مشاهدينا في كل مكان، مساء الخير واهلا بحضراتكم. بنلتقي مع حضراتكم النهارده وان شاء الله بشكل ثابت كل يوم احد الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره على شاشه قناه الاهلي من خلال الاهلي في كل مكان. الحكايه ببساطه هي برنامج بيحاول يوصل لحضراتكم كل المعلومات المتعلقه بالنادي الاهلي، برنامج يهم ويخص كل الاهلاويه داخل وخارج مصر. بنتكلم عن رؤيه اداره النادي، قرارات مجلس الاداره، توجهات النادي في المرحله المقبله، الاهتمام بالخدمات وكل ما يقدم لاعضاء النادي وردود الافعال ومردود القرارات والشغل اللي بيحصل وكل ما يتم تنفيذه من الادارات التنفيذيه داخل النادي بعد توجيهات وقرارات مجلس الاداره في الاجتماعات المتتاليه، ومردود هذه الخدمات وهذه التوجهات والقرارات وكل الخطوات اللي بتتخذ على كافة المستويات على أعضاء النادي في كافة المقار المختلفة، سواء بنتكلم عن الجزيرة أو الشيخ زايد أو مدينة نصر أو التجمع إن شاء الله. بنتكلم كمان على أداء الفرق الرياضية وفي مقدمتها الفريق الأول لكرة القدم، العنوان الرئيسي للرياضة دائما أبدا في النادي الأهلي، واللي بيترجم دائما أبدا خطط العمل والتطوير واتباع الوسائل والطرق العلمية في التدريب والتطوير والنهوض بمنظومة الرياضة وكرة القدم، مش بس على مستوى النادي الأهلي ولكن على مستوى المسابقات في مصر، وأيضا هو عنوان رئيسي لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم العربي والقارة الأفريقية. هنتكلم عن الرياضات المختلفة، البطولات اللي بيحققها نجوم ولاعبو ولاعبات النادي الأهلي في كافة المراحل العمرية وفي كافة اللعبات والرياضات المختلفة، وأيضا هنتكلم عن متابعة والاهتمام بالنادي الأهلي جماهيريا وإعلاميا وصحفيا داخل وخارج مصر في العالم العربي في القارة الأوروبية، أصداء نجاحات وأرقام وكل ما يتعلق بإنجازات النادي الأهلي اللي كل يوم بفضل الله سبحانه وتعالى بتزيد على كافة المستويات، والمتابعة والاهتمام من الجماهير المصرية والعربية المحبة للنادي الأهلي في كل أنحاء العالم. هنبدأ هذا اللقاء مع حضراتكم بمجموعة من الأخبار، في أخبار كثيرة النهاردة. قبل ما نتطرق للحوارات هيكون معنا نخبة من ضيوفنا في استوديو قناة الأهلي وفي برنامج الأهلي في كل مكان، وسنصل إلى هذه الحوارات وتعرفوا حضراتكم تفاصيلها من خلال العناوين الرئيسية لهذه الفقرات والتفاصيل المطروحة من خلال التساؤلات الموجهة إلى نجومنا النهاردة في الأهلي في كل مكان. أخبار الفريق الأول وارتباطاته متتالية ومستمرة ولا تتوقف، وطبعا مجهود ضخم جدا بيقوم به الجهاز الفني بقيادة كابتن حسام البدري وكل أعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري للفريق، وأيضا نجوم وعدد كبير من النجوم واللاعبين اللي بيتحملوا هذه المسؤولية وهم على قدر المسؤولية ووصلوا فارق النقاط مع أقرب المنافسين إلى 12 نقطة في مسابقة الدوري الممتاز، وإن شاء الله يستمر حصد النقاط وزيادة الفارق مع أقران الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز من خلال اللقاءات المقبلة. خلونا نبدأ بهذا الخبر. 22 لاعب في قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون، اختار الكابتن حسام البدري 22 لاعب لمباراة الاثنين القادم على استاد القاهرة الدولي في الجولة رقم 23 من عمر الدوري أو من مسابقات ومنافسات الدوري العام هذا الموسم. في حراسة المرمى الشناوي وعلي لطفي ورمضان مصطفى. في خط الدفاع أحمد فتحي، محمد نجيب، أيمن أشرف، صبري رحيل ومحمد عبد المنعم. في خط الوسط هشام محمد، عمرو السولية، حسام عاشور، عبد الله السعيد، جونيور أجايي، باكا، كريم نيدفيد، اسلام محارب، احمد حمودي، وليد سليمان، محمد شريف واكرم توفيق. وفي خط الهجوم وليد ازارو وصلاح محسن. الغيابات احمد ياسر ريان، محمود الجزار، مروان محسن، ميدو جابر، حسام غالي، شريف اكرامي، بينما ايضا استبعد سعد سمير. الاسماء اللي فاتت دي بعيده عن الحسابات الفنيه للجهاز الفني لهذه المباراه، ولكن الاسماء اللي هنقولها لحضراتكم دلوقتي هي اللي خرجت من القائمه لاسباب تتعلق بعدم الجاهزيه او انهم في مرحله العوده من الاصابات ومراحل التاهيل والاستشفاء. سعد سمير، رامي ربيعه، محمد هاني، باسم علي، علي معلول، احمد حمدي، هذه الاسماء خرجت بسبب الاصابات او عدم الجاهزيه. مران بدني قوي للأهلي قبل مواجهة المقاولون. الكابتن أنيس الشعلاني مدرب أو مخطط الأحمال للفريق الأول في النادي الأهلي لكرة القدم، قاد مران بدني مكثف للاعبي الفريق عصر اليوم، وأدى اللاعبون جانب من التدريبات البدنية المكثفة مع بداية مران الفريق اليوم على ملعب التتش في الجزيرة، واستمرت الفقرة البدنية اللي بيقودها الشعلاني لمدة 40 دقيقة شارك فيها جميع اللاعبين المنضمين للمران.
باسم علي بيغيب عن الأهلي أمام المقاولون، بيغيب باسم علي الظهير الأيمن عن هذه المباراة، مباراة المقاولون العرب مع الأهلي يوم الاثنين القادم في الجولة رقم 23، بسبب شكوى من شد في العضلة الأمامية، ويستعد الأهلي للمواجهة القادمة أو تكرار المباراة اللي إن شاء الله يكون موفق فيها شأن المباراة السابقة والفوز الكبير اللي تحقق على المقاولون العرب، ويستمر حصد النقاط وزيادة واتساع الفارق مع أقرب المنافسين. ايضا محمد هاني بيغيب عن الاهلي امام المقاولون العرب، محمد هاني واحد من النجوم الشباب اللي اثبتوا قدراتهم وانهم من اللاعبين اللي عندهم امكانات متنوعه كلاعب كره قدم، وبيعتمد عليه وبيقدر يؤدي المهمه على اكمل وجه في اكثر من مركز حسب رؤيه واختيار الجهاز الفني وتكليفاته لهاني في اي مباراه. بيغيب عن المباراه القادمه امام المقاولون العرب، طبعا هاني عنده ايضا شكوى طبيه او ليس جاهزا لهذه المباراه، واكتفى هاني بأداء جانب من التدريبات البدنية والتأهيل في الجيم على هامش المران الجماعي اللي أقيم على ملعب التتش، وعنده شكوى طبعا بعد مباراة المقاولون العرب الأخيرة من آلام في منطقة الظهر ولم يستكمل المباراة، وعلى هذا الأساس قرر أو فضل الجهاز الفني والطبي راحة هاني وعدم مشاركته والدفع به في المباراة المقبلة. علي معلول طبعا اللاعب التونسي المحترف ومن النجوم المحترفين والإضافات اللي طبعا تم الاستعانة بيها والتعاقد معهم وعملوا فارق فني مع الفريق في الفترة اللي فاتت وأثبتوا قدراتهم، وهو طبعا من أفضل اللاعبين حاليا في الدوري الممتاز المصري في مركز الظهير الأيسر. بيغيب أيضا أو انتظم في التدريبات بعد مباراة الأسيوطي، وكان غاب للإصابة في العضلة الخلفية، وانتظم في التدريبات الجماعية عقب مباراة الأسيوطي في ظل أو هينتظم هيبدأ بالفعل المشاركة في التدريبات بكامل التدريبات من بدايتها لنهايتها في الفترة المقبلة بعد ما حصل على قسط من الراحة والتأهيل بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية، وبعد تجهيزه هيتجه للمشاركة بشكل كامل في تدريبات الفريق. وأيضا فقرة خاصة للضربات الثابتة في مران الأهلي استعدادا للمقاولون، كابتن حسام البدري المدير الفني خصص فقرة من التدريب للتسديدات والضربات الثابتة في نهاية المران الجماعي للفريق، وشارك في فقرة الضربات الثابتة عبد الله السعيد وأحمد فتحي وباكا وإسلام محارب وأحمد حمودي وصبري رحيل وثلاثي حراسة المرمى الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي. وأيضا في إطار أو بيأتي هذا في إطار الاستعدادات للمباراة المقبلة أمام المقاولون العرب. طبيب الأهلي يطمئن على البرنامج التأهيلي للرباعي المصاب، احنا بنتكلم هنا عن علي معلول وسعد سمير ومحمد هاني وأحمد حمدي، والدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول في النادي الأهلي كان حريص على متابعة البرنامج التأهيلي للاعبين المصابين، وتواجد الدكتور خالد محمود في جلسة سريعة مع كابتن طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل في الفريق في ملعب التتش في الجزيرة للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين وسير البرنامج التأهيلي لكل منهم، وده زي ما قلنا لحضراتكم مثال عليه عودة و يعني اقتراب دخول علي معلول بقوة في التدريبات الجماعية. والكابتن علاء ميهوب يشارك في أو يحضر هذا المران، حضر مران الفريق في النادي الأهلي، كان حريص الكابتن علاء ميهوب نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي سابقا ومدير إدارة التحليل والإحصاء في قطاع الكرة بالنادي الأهلي على متابعة وحضور مران الفريق اليوم الأحد على ملعب التتش في الجزيرة، ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون طبعا زي ما قلنا لحضراتكم في الجولة 23 في الدوري الممتاز. عندنا قرارات صادرة عن المكتب التنفيذي، بيعقد المكتب التنفيذي للنادي الأهلي اجتماعه ظهر غد الاثنين لمناقشة عدد من الأمور الإدارية الخاصة بقطاعات النادي المختلفة، ويتولى رئاسة المكتب التنفيذي الكابتن العمري فاروق نائب رئيس النادي، وطبعا هذا الاجتماع يعقد بعضوية كل من الأستاذ خالد الدرندلي أمين الصندوق والمهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة والدكتورة رانيا علواني والدكتور مهند مجدي من أعضاء مجلس إدارة النادي. هنعرف تفاصيل أكتر عن أهم القضايا الموضوعة على أجندة هذا الاجتماع وأولويات اجتماع المكتب التنفيذي المرتقب غدا إن شاء الله الاثنين. معنا على الهاتف زميلي وصديقي العزيز الإعلامي شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي. مساء الخير وأهلا بك يا شريف. مساء الخير يا محمد، تحياتي ليك أخي الكريم ولمشاهدي دايما بتواصل معاك طبعا، اشكرك. واحنا بنسعد بمشاركتك معانا دايما واطلاعنا على كل المستجدات واطلاع الجماهير ومتابعي ومشاهدي القناه على كل ما يستجد في النادي الاهلي، احنا سامعينك تفضل. يعني خليني بدايه ومن خلال برنامجك ومن خلال شخصك الكريم اوجه رساله طمانه لجمهور النادي الاهلي الحبيب وكل محبي نجم مصر والنادي الاهلي واسطوره كره القدم عبر التاريخ كابتن محمود الخطيب. الحقيقه النهارده هو وصل المانيا وحصل تواصل معاه، ان شاء الله بكره
سيعرض على طبيبي اللي كان اجرى لي جراحه في فقرات الظهر قبل ذلك. عارف انه بيعاني من بعض الالام في القدم بسبب التلف الظروفي، ان شاء الله يعني يكون في علاج طبيعي او وسيله بعيده عن الجراحه ويعود لنا سالما غانما باذن الله، لانه المشكله الحقيقه انه الالام زادت بسبب الجهد الكبير اللي كان بيبذله في النادي خلال الفتره اللي فاتت يا محمد، شبه يعني يومي متواجد بشكل يومي، بيدخل النادي 8:30 9 صباحا، يغادره في الوقت متاخر من الليل، يتابع كل كبيره وصغيره مع اجتماعات مجلس الاداره والاداره التنفيذيه والمكتب التنفيذي، فبنتمنى له ان شاء الله ان يعود. وسبق ده كمان الجهد الكبير اللي بذله الكابتن الخطيب خلال الحمله الانتخابيه نفسها طبعا. بس انا عايز اقول لك الحقيقه انه الشهرين 60 يوم اللي هم عمر مجلس الاداره من 9 ديسمبر مع اجتماع اول مجلس اداره وحتى اليوم اتكلم في 62 يوم كوم وما سبق وما هو قادم. الحقيقه الكابتن بيبذل الجهد فوق العاده ويعني يود ان يلمس الناس حجم العطاء والرؤى والاستراتيجيات اللي تم وضعها، وقدروا الحقيقه بطرق خلاقة ومبدعة وبفضل اتصالاته وعلاقاته ان هو يوفر تمويل لكل خطط النادي المستقبلية بعيدا عن ميزانية النادي، والحقيقة ده هيضع النادي وهينقله نقلة كبيرة جدا، خصوصا ان هو الكابتن بنفسه هيعلن من خلال قناة النادي الاهلي ان شاء الله قريبا يا محمد في مؤتمر او في لقاء، لسه يعني ما اتفقناش على الشكل، كل ما تم التوصل ليه زي كشف حساب بيطرح الى ايه، وبالارقام وبالورقه والقلم يعني هيتحدث عن الخطط الزمنيه الخاصه بتطوير فروع الثلاثه. هنبذل مجهود يا شريف ونحاول نقنعكم باذن الله انه يبقى لقاء ونشرف بوجود الكابتن الخطيب ونسعد بيه ان شاء الله. انا عايز على شاشه القناه يعني انا ما اعرفش انت الزملاء بلغوك ولا لا، الكابتن عبد العزيز الشافي طبعا بيحمل ليك تقدير خاص محمد، والمفترض انه يطلع معاك معانا يوم الاربعاء بالفعل، واحنا بنسعد بيه وبنحمل له كل التقدير وله مكانه خاصه جدا عندنا، وبشكل شخصي طبعا انا بحمل له تقدير واحترام كبير جدا. هو بيحبك جدا الحقيقه، وبعدين احنا كلنا منتظرين هذا اللقاء، لانه كمان الكابتن عبد العزيز عبد الشافي بكل خبراته ودماسه خلقه ورؤيته الحقيقه وعقليته الاداريه المتميزه عنده كلام كتير جدا هيقوله فيما يتعلق بالشكل الرياضي وكره القدم في النادي الاهلي، واعتقد انه هيكون حوار مهم جدا، كل جمهور الاهلي هيتابعه بشغف معاك ان شاء الله. قبل ما نتكلم عن اجتماع غد كمان مهم تعليقا على كلامك المهم يا شريف اللي قلته دلوقتي، طبعا الجمهور واعضاء النادي احنا عندنا شعور ان الكل بيلمس ويعني سهل عليه انه يقيم حجم الجهد المبذول والشغل اللي يعني بيبذله الجهد الكبير اللي بيبذله مجلس الاداره والشغل اللي بيحصل في كافه فروع ومقار النادي، وان شاء الله نشوف ده يوم بعد يوم بيزيد هذا المردود عند الاعضاء. بس قول لنا يا ريت قبل ما ننتقل لملف الاجتماع الخاص بالمكتب التنفيذي غدا ان شاء الله، الجماهير اكيد عايز تطمن اكتر على الكابتن الخطيب وتعرف باذن الله المتوقع تقريبيا لعودته لمصر ان شاء الله بعد رحله. لا لا خلال هذا الاسبوع ان شاء الله، تكون هذا الاسبوع يعني لن يبقى في المانيا اكثر من 4 ايام باذن الله، يعني حضوره ان شاء الله يوم الخميس الجمعه على اقصى تقدير باذن الله، يعني لانه حريص ان هو يجي يعمل المؤتمر زي ما قلت لحضرتك عشان يطمئن اعضاء النادي وجماهيره ان شاء الله، ويتكلم بالارقام عن اللي حصل واللي هيحصل بالمدد الزمنيه اللي هو مقررها ان شاء الله باذن الله. يعني انت عارف فتره الشهرين دول كانت فتره دراسه وعمل واعداد، ان الاوان بقى انه العمل ينطلق فعلا ويبدا التنفيذ الفعلي، وده اللي قاله الحقيقه امبارح في لقائي المهم مع 13 قياده جدد تم تعيينهم لشغل مناصب مهمه في النادي الاهلي، سواء كانوا مدير فروع او مدير امن او مدير ادارات ورؤساء قطاعات. عمل اجتماع الحقيقه حضره المدير التنفيذي السيد محمد مرجان ورؤساء الفروع المختلفه والمعينين، وتحدث بشكل مهم جدا عن ضروره خدمه اعضاء النادي الاهلي والتحلي بحلف النادي الحمراء والانضباط والبعد عن التكاسل والمحسوبيه. حقيقه كان لقاء مهم جدا والناس سعيده والكل عاوز يخدم النادي الاهلي والناس شغاله بحب، وتشعر كده انه فعلا روح الفانيلا الحمراء اصبحت يعني تسيطر على اجواء النادي في فروع. يعني احنا بصدد يعني البدء في مرحله وانطلاق مرحله بناء وتطوير شامل في النادي بعد ما اعد مجلس الاداره دراسه ووضع النقاط على الحروف في كل ما يحتاجه النادي في الفتره المقبله. انت عارف انه تم توقيع بروتوكول تعاون بالفعل مع جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه اللي تابع للقوات المسلحه، هذا الجهاز العظيم واللي وضع خطته الحقيقه للنهوض في فروع النادي المختلفه فيما يتعلق بطلبات النادي الاهلي، سواء في الجزيره تطوير المبنى الاجتماعي يعني تنكيس او هدم مدرجات مقدار التتش المقصوره وما حولها واستغلال مكانها، تطوير الفرع بشكل يليق باسم النادي، مدينه نصر سيكون فيه مدبر العاب قوى، سيكون فيه حمام سباحه جديد لتدريب اللاعبين والابطال، في
فكره لصاله مضافاه، سيتم تطوير المنطقه الترفيهيه في المكتبه وهي مكتبه عظيمه الحقيقه، سيتم عمل حديقه جديده للاعضاء في محل ملاعب التنس القديمه الحقيقه اللي اتنقلت بعد ما تم انشاء 9 ملاعب تنس جديده. هنتكلم الحقيقه عن نهضه كبيره جدا في مجال الفروع. ثم سيكون بقى الخبر الاسعد اللي في نهايه شرح المتصلين، المستشفيين يعلنوا عنه ان شاء الله بالتنسيق مع كابتن محمود الخطيب بدايه العمل التنفيذي في النادي الاهلي. فده عمل الحقيقه لما تيجي تقيسه يعني يجب ان تتوقف امامه بكثير من الدهشه والتقدير والاحترام لمجلس اداره محترم ومتناغم بيضم الحقيقه كوكبه وصفوه من ابناء النادي الاهلي اللي بيعملوا جميعهم بحب وباخلاص ومتواجدين يوميا في النادي والناس معطره الحقيقه اعمالها واشغالها. وكمان الإدارة التنفيذية اللي على أعلى مستوى، واللي تم اختيار شاب في مقتبل العمر يعني في بداية الأربعينات لأول مرة في تاريخ النادي زي محمد مرغان. فالحقيقة ده يعكس لك الاستراتيجية ماشية ازاي ورؤية مجلس الإدارة للمستقبل وازاي النادي الأهلي فعلا يكون دايما قاطرة للرياضة المصرية إن شاء الله. متفائلين ودايما من خلال قناة النادي الأهلي ومن خلالك يا محمد نحمل كل جديد وكل جميل للجمهور وللأعضاء، وده بيسعدنا طبعا، ده يسعدنا. فيما يتعلق باجتماع الغد، انا عايز اقول لك بقى انه في حاله من الاستقرار بدات تدب في النادي بعد ان تم الانتهاء الحقيقه من امور كثيره كانت معلقه وشغل المناصب الخاليه، وبالتالي اصبح اجتماع المكتب التنفيذي تقريبا كان في يوم ويوم بينعقد المكتب برئاسه السيد العامري فاروق نائب رئيس النادي وحضور الكوكبه اللي حضرتك تفضلت بذكرها، وهم من اصحاب الخبرات المهمه جدا سواء المهندس خالد مرتجي اكبر الاعضاء سنا او الاستاذ خالد الترندلي والدكتور رانيا علواني طبعا والدكتور مهند مجدي ايضا. فالحقيقه بدا يبقى في نوع من الدوريه لانعقاد المكتب، عنده اجتماع بكره بيبحث في كل التوصيات في كل الامور المتعلقه بالمطبخ بتاع النادي. 3 مكاتب تنفيذيه في الشهر يختتموا باجتماع واحد لمجلس الاداره بعد ما يعني تم دراسه الموضوعات زي ما قلت لحضرتك، وتم الحقيقه يعني شغل الاماكن الخاليه ووضع الامور في نصابها. فالمكتب التنفيذي تعرف ما بيخرجش عنه قرارات، تخرج عنه توصيات وترفع لمجلس الاداره فيعني كلها امور بقى بكره تتعلق ببعض المزايدات وشراء بعض الحاجيات والحفاظ على حقوق النادي الاهلي. والحقيقه انه هذا المكتب يعني يؤدي دور عظيم في ظل مجموعه الكفاءات الحقيقه اللي بتمثله سواء رئيس المكتب سيد العمري او مجموعه الاعضاء اللي هم ابناء النادي وعندهم خبره عريضه جدا في مجال العمل الاداري. انا يعني ده مهم جدا، واحنا قريب قوي ان شاء الله كمان هنسعد بيك باذن الله، هيكون لينا لقاء وهتمنى او هنثق مع زملائي واداره القناه ان يبقى لنا حوار، واسعد بيك صديقي وزميلي الاعلامي شريف فؤاد. مش بس بنتكلم عن دورك كمتحدث رسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي، لا، بنتكلم عن رؤيتك كاعلامي له خبراته وله باع في هذا المجال وهذا الوسط، نتكلم عن مشكلات بيعاني منها الوسط الاعلامي بشكل عام والاعلام الرياضي بشكل خاص، والكثير من الامور اللي ممكن تنضبط وتصبح افضل وتسهم في بناء وطننا ومجتمعنا بشكل افضل ان شاء الله. وده موضوع مهم لو تأذن لي عايز كده اعرج عليه معاك يا محمد. اتفضل. فكره ان احنا نكون على قلب رجل واحد في هذه المرحله المهمه من عمر مصر، تعلم ان الوطن بيواجه تحديات كبيره وغير مسبوقه في تاريخه، وده ليه علاقه بفكره جمهور كرة القدم. يعني هذه اللوحة الجميلة التي تزين الملاعب الخضراء اللي احنا بنعاني الحقيقة من غيابها على مدى 6 سنوات تقريبا الآن بعد الحادثة المروعة اللي سقط فيها شهداء النادي الأهلي في استاد بورسعيد. الحقيقة انه في جهود حثيثة لعودة الجماهير لأنه اللاعب رقم واحد، والنادي الأهلي الحقيقة هو أكبر المتضررين من غياب الجماهير. طب بتطلب ايه من الجمهور؟ خليني اقول لك يا شريف كاعلامي وكواحد من اسره ومن عائله النادي الاهلي حاليا بما يرتبط بمهام منصبك الحالي، عايز اعرف رؤيتك وبماذا تطالب الجماهير بعد الاجتماع المهم بين المسؤولين في انديه الدوري الممتاز والمسؤولين في اتحاد الكره واللي مثل فيه النادي الاهلي المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الاداره، وتم الاستقرار على انه باكوره عوده الجماهير في مسابقه الدوري هتبدا ب 300 مشجع لكل نادي في كل مباراه، ما الذي نحتاجه منهم؟ يعني أنا بضم صوتي لصوت المهندس خالد مرتجي، واتفق معاك كمان محمد في ضرورة إنه الجميع يتحلى بالمسؤولية الوطنية. وإذا كنا جادين فعلا في الحفاظ على هذه الصناعة وهذه الرياضة اللي بتمثل الحقيقة مصدر بهجة وسعادة للمصريين وهي كرة القدم وحضور جماهيري كبير في مدرجات كرة القدم، فيجب أن يعني ألا نعطي الفرصة لأي متصيد لأي شخص
يود الإساءة لهذا البلد لإحداث فتنة في مدرجات كرة القدم لانتساب بعض العناصر، لأنه تتعلم أنه جهاز الشرطة أو جهاز الأمن في الوطن لا يعني إلا سلامة المواطن المصري، ما فيش تعنت. هو النهاردة الأمن قبل الإيمان كما يقول علماءنا الثقات والكبار يعني. فالنهاردة الدولة المصرية مسؤولة عن أمن المواطن، خصوصا إحنا عندنا تجارب مريرة يعني عندما يصاب لاعب، مش هقول لك بقى يسقط شهيد ويترك يعني اب مكلوم وام ساكله، لا، فما بالك اذا حدثت اصابه او حدثت مشكله. هذا الامر من شانه انه يثير الكثير من الالم مره اخرى. فالحقيقه الدوله المصريه، اتحاد الكوره والشرطه المصريه جادين في عوده الجماهير، لكننا نود دايما ان يكون لدينا احساس بالمسؤوليه، وده بيلقي الحياه بمسؤوليه كبيره بقى على جمهور كره القدم. يجب ان الجمهور يكون واعي لحجم المخاطر لبعض المشاكل، بعض العناصر الاثريه التي يعني لا تريد لهذه الرياضه ولكره القدم ولانديتنا الخير، وبالتالي بيثيروا الحقيقه بعض الشائعات والمشاكل املا في احداث فتنه في الشارع الكروي والشارع المصري بشكل عام. فانا بطالب من خلالك ومن خلال قناه النادي الاهلي جمهورنا انه دايما يكون عند المسؤوليه ويتعقل ويدرك الحقيقه يعني عظم المسؤوليه الملقاه على عاتقه، ولا يعطي الفرصه ابدا لاي شخص ان يندث في محاوله لاثاره فتنه او اثاره مشكله مع الدوله او مسؤولي كره القدم. اكيد اكيد كلامك بالغ الاهميه، كلامك بالغ الاهميه، وهنعقب على هذا الامر بعد نهايه المداخله، ولكن مهم كمان اسمع منك يعني امر قبل ما نختتم هذا الاتصال. عايز اعرف منك يعني من الامور اللي كل يوم جمهورنا في كل مكان داخل وخارج مصر بيفكر فيها، الى اي مدى وصل الى الان الاعداد لمشروع مدينه الاهلي الرياضيه، مشروع القرن واستاد الاهلي؟ ان ده خبر طبعا جماهيري بنسبه 1000000%. اقول لك حاجه غريبه قوي، انا يعني الفتره اللي فاتت ما كنتش مندهش ابدا من حجم الهجوم اللي تبلور وبدا انه ممنهج من بعض المنصات الاعلاميه ومواقع التواصل الاجتماعي على النادي الاهلي ومحاوله الزج برجل محترم يكن له الاهلاويه كل تقدير واحترام، وهو يكن للنادي الاهلي كل تقدير واحترام، وهو الشيخ تركي آل الشيخ رئيس الهيئه العامه للرياضه في مصر. الحقيقه انه الكارهين والحاقدين والقلقانين من نهوض النادي الاهلي وتفوقه وصدرته كقاطره للرياضه في الوطن العربي انزعجوا جدا، وبداوا يطلقوا بعض، عفوا في التعبير يا محمد وسامحني، الاذناب لتعويق عمل مجلس الكابتن محمود الخطيب. لا اخفيك سرا انه حاله الاستقرار المالي والاداري وكمان الاستقرار للرياضات المختلفه، انت بتتكلم النهارده كل الفرق الرياضيه عادت يعني الحقيقه الى عصر ازدهارها، فريق كره القدم يؤدي اداء ولا اروع واداء راقي جدا. ناهيك بقى عن الاعلان عن هذا المشروع الضخم الذي لن يكلف النادي الاهلي جنيه واحد، وسيخرج بمدينه رياضيه ليس لها مثيل في المنطقه، واستادها اللي سيكون في القلب سيكون واحد من اهم واكمل الاستادات في العالم. وللاسف للاسف بعض الناس دائما ابدا بيوجعها انها ترى اي صوره جميله او اي شيء جميل. للاسف الشديد. دول قله زي ما حضرتك عارف، بس للاسف صوتهم عالي وكتائب ولجان الكترونيه ومسيطرين على الاعلام، عشان كده احنا دايما بنحذر شبابنا ونحذر جمهورنا، بس الحقيقه جمهور الاهلي جمهور واعي جدا ويعرف قد ايه مين هو محمود الخطيب ومين هو مجلسه الحقيقه بالاسماء الرائعه، يعني من اول المهندس خالد مرتجي اللي هو اكبر الاعضاء سنا الى اصغر الاعضاء سنا اللي هو مهندس مجدي على سبيل المثال، مع حفظ الالقاب لهم جميعا. الجميع يدرك قيمه هذا المجلس اللي بيكن كل تقدير واحترام ويعمل ليل نهار من اجل رفعه النادي الاهلي. فالحقيقه انه فيما يتعلق بالمدينه الرياضيه محمد، يعني انا احب اطمنك انه العمل يمضي على قدم وساق. المعلومات المتوفره لدينا يعني الحقيقه بتقول انه المستثمرين التقوا كثيرا الحكومه المصريه والسيد وزير الاسكان، وفي تعاون مثمر، والدوله المصريه عازمه على اتمام هذا الموضوع ومهتمه جدا به. ولا ازيع سرا او لا اخفي سرا اذا قلت الرئيس الكوبيا شخصيا السيد رئيس عبد الفتاح السيسي مهتم جدا بهذا الامر، ومكلف وزاره الاستثمار الحقيقه ووزارة الشباب وأيضا وزارة الإسكان يعني تقديم كل العون وكل التسهيلات فيما يتعلق أو فيما يتفق وضوابط ومعايير الدولة المصرية وقوانينها المانحة الأرض وما إلى ذلك، بحيث أنه بمجرد أن يستقر المستثمرين على قطعة الأرض ونوقع معاهم بقى البروتوكول النهائي. يعني احنا وقعنا زي ما أنت عارف مذكرة تفاهم أولية في المملكة العربية السعودية، وقعها النادي السيد العام فاروق رئيس المكتب التنفيذي ونائب رئيس النادي وقت ما كان الكابتن محمود الخطيب في زياره معاه مع مجموعه مجلس الاداره مع ممثل المستثمرين اللي هو الدكتور ركان الحريفي. ان شاء الله يعني انا متوقع انه في بدايه مارس على اقصى تقدير سنوقع بروتوكول
النهائي ويبدا العمل التنفيذي بعد ان يتم الاستقرار على الارض. ومجرد انطلاق العمل يا محمد انت بتتكلم في 36 شهر نعدهم باليوم وبالساعه نستلم الاستاد ويكون النادي الاهلي بيلعب باذن الله الستاد. ويكون عندك مدينه رياضيه لا مثيلها ان شاء الله بيكون. بشكرك جدا زميلي وصديقي العزيز الاعلامي شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي، شكرا معك دائما والتعرف على كل ما يجري كل الكواليس المتاح الاعلان عنها برؤيه مجلس اداره النادي والمسؤولين في مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب ومتابعتنا مع جماهيرنا ومع اعضاء النادي ومشاهدي القناه في كل مكان داخل وخارج مصر لكل ما يجري من جهود لتحسين كل ما يتعلق بعائله وبمنظومه وتطوير كل الامور والنهوض بكل شؤون عائله الاهلي في كل مكان داخل وخارج مصر. بشكرك جدا زميلي العزيز وصديقي شريف فؤاد. في بعض الأمور تستحق أو جدير بالذكر والإشارة إليها لأنها بطبيعة الحال أمور بالغة الأهمية ضمن هذا الحديث أو ضمن هذا الاتصال. طبعا أولا بنؤكد أننا بنقول ألف سلامة، طبعا بنوجه طبعا دعواتنا بالشفاء العاجل للكابتن محمود الخطيب وعودته من رحلته خارج مصر طبعا في قمة جاهزيته الطبية والبدنية والذهنية والنفسية للعمل واستئناف العمل والجهود الكبيرة اللي بيبذلها مع كل أعضاء مجلس إدارة النادي. ومرة تانية أنا كمان طبعا بحمل كل التقدير عفوا وكل المحبة والاحترام لسيرة وسلوك ومفردات ولغة وتاريخه كلاعب الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، وله عندنا تقدير كبير. ومن الأمور اللي تسعدنا جميعا أنه هيكون معانا وهينورنا في قناة الأهلي يوم الأربعاء القادم إن شاء الله، ونشرف بإجراء حوار معاه إن شاء الله يكون حوار شيق ومرضي لكل مشاهدينا في كل مكان. أمر آخر، الحديث عن اهتمام القيادة السياسية في الدولة أو الرئيس عبد الفتاح السيسي على المستوى الشخصي بمشروع الأهلي أو استاد القرن أو مشروع القرن ومدينة الأهلي الرياضية أمر ليس مفاجئا على الإطلاق، لأن الدولة وفي مقدمتها في قمة الهرم الوظيفي وقمة هرم المسؤولين فيها رئيس الجمهورية الكل مدرك لأهمية هذا المشروع وأنه هيكون نقلة حضارية كبيرة أو إضافة وتطوير حقيقي لمنشآت ومنظومة الرياضة في مصر. هذا الاستاد استاد الأهلي مدينة الأهلي الرياضية مشروع القرن، ممكن نطلق عليه الأسماء أو هنختار الاسم اللي أطلق عليه في النهاية أو اصطلحنا على تسمية هذا المشروع العملاق به، أنه هيكون إضافة ليس للنادي الأهلي فقط، ليس للكرة المصرية فقط، ولكن لمنظومة الرياضة والاستثمار الرياضي على المستوى المصري والعربي والأفريقي. ورؤية النادي الأهلي والاتفاق على أن تكون هذه المنشأة ضمن أفضل أو واحد من أفضل 10 استادات في العالم ده منطقي جدا أنه يدخل في إطار اهتمام الدولة أو يرتبط ويسير في نفس الاتجاه مع اهتمام الدولة والقيادة السياسية والحكومة الحالية وأيضا وزارة الشباب والرياضة بتطوير والنهوض بشؤون الرياضة والاستثمار الرياضي والملاعب والتطوير وعودة الجماهير والإنفاق والإيرادات، كل ما يتعلق بمنظومة الرياضة في مصر ومنها بالتأكيد تحسين المنشآت وتطوير مستوى المنشآت الرياضية في مصر، وإن احنا نقدر نكون إن شاء الله ومؤهلين نكون نقطة اتصال أو نقطة رئيسية للحركة ومركز رئيسي للحركة الرياضية وللاستثمار الرياضي في العالم العربي والقارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط. عشان كده متوقع يكون هناك دعم ومتوقع يكون في اهتمام كبير من كل القائمين على الأمور في الدولة حاليا وفي الأجهزة الرسمية في الدولة بهذا المشروع الهام. عودة الجماهير أمر مهم، 300 مشجع في كل مباراة، هنتعرف على تفاصيل أكتر وبنأكد أن احنا مدركين هذا الدور اللي يجب أن يلعبه كل مشجع مصري، كل مشجع أهلاوي، كل واحد من عشاق الرياضة في جعل مجتمعنا أفضل وفي تحمل والاطلاع بمسؤوليته كاملة وهو موجود ضمن هذه المنظومة مع عودتهم تدريجيا وامتلاء المدرجات بالجماهير العاشقة للنادي الأهلي ولباقي الأندية وللرياضة المصرية وللمنتخبات الوطنية بشكل عام. خلونا نشوف مع حضراتكم هذا التقرير ونستمع إلى بعد قليل إلى رؤية واحد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ونجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق كابتن مجدي عبد الغني، ونستمع إلى بعض التفاصيل عن الاجتماع اللي تم بين المسؤولين في اتحاد الكرة وأندية الدوري الممتاز المصري لكرة القدم، وكان منهم طبعا وفي مقدمتهم النادي الأهلي، وحضر عن النادي الأهلي المهندس خالد مرتجي. نتابع هذا التقرير. النهاردة كنا بنتكلم على عودة الجماهير، مفيش شك إن عودة الجماهير شيء بيهم الاتحاد المصري لكرة القدم وبيهم الأندية، وفي الحقيقة كل الأندية مرحبة بعودة الجماهير طبعا بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
خدنا قرارات بالنسبة لعودة الجماهير في الموسم القادم والموسم اللي احنا فيه. الموسم اللي احنا فيه عودة الجماهير هتبقى عودة عادية جدا في مباريات الكاس القادمة، لان دي اللي مسؤول عنها الاتحاد المصري لكرة القدم. فبالتالي هيبقى الجمهور هيحضر مباريات الكاس في المرحلة اللي جاية. اما الدوري العام فبالتنسيق مع الامن كل الاندية طلبت ان يكون عدد الجمهور اللي هيخش في المرحلة دي لحد نهاية الموسم الى الموسم القادم ما نبدأ تبقى الامور طبيعية والعدد يبقى اكبر، 300 متفرج من كل نادي. وده في الحقيقة يعني مطلب لكل الاندية اللي حضرت النهاردة الاجتماع، بحيث ان تبقى بداية لدخول الجماهير للمباريات. الأجهزة الفنية في الحقيقة واللعيبة جوه الملعب للأسف الشديد بيبقوا سبب من أسباب الشغب اللي ممكن يحدث من الجماهير، لأنهم بيتعصبوا على الحكم أو بيتعصبوا داخل الملعب، فبالتالي بيدوا إيحاء للجمهور إن في قرار ظالم أو 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 أو. ده في الحقيقة برضو اتحط في الحسبان والأندية كلها طلبته، بأن تغلظ العقوبة على الأجهزة الفنية اللي هيتم الاعتراض منها على القرارات وعلى التحكيم، وأيضا تغلظ العقوبة على اللاعب اللي لا يمتثل للقرار داخل الملعب. كان حاضر كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، وتم توجيه التعليمات للجنة الحكام بأن الحكام لا تستثني أي نادي ولا تستثني أي لاعب ولا يحدث تهاون في معاقبة اللاعب بالإنذار أو بالطرد اللي يعترض على الحكم. من الموسم القادم هتبتدي تغلظ العقوبات اللي موجودة في لائحة المسابقات بحيث أنها تواكب قانون الرياضة الجديد، ويبقى فيه ردع لكل حد يخرج عن الإطار الرياضي في ملاعب كرة القدم. وده في الحقيقة شيء يعني هيبقى أعتقد أنه هيبقى رائع جدا، ويقدر يدي أمان لكل الناس اللي هتروح، بحيث أن احنا نرجع تاني نستمتع بمباراة كرة القدم ونستمتع بالكرة ككرة، بعيدا عن التعصب وبعيدا عن التوتر وبعيدا عن ان حد يبقى فيه مشاكل جوه ملاعب كرة القدم. سمعنا مع حضراتكم تصريحات ورأي الكابتن مجدي عبد الغني ممثلا لاتحاد الكرة المصري أو الاتحاد المصري لكرة القدم. الكل بيهدف إلى جعل المنظومة أفضل وانتظام الأمور، وأن الجماهير ترجع بكامل طاقتها وبكامل طاقة الملاعب والاستادات المصرية إن شاء الله. ولكن نتفهم أدوارنا جميعا، كلنا نتكاتف، كلنا مش في منافسة، كلنا في مركب واحد وجزء من وطن واحد ومن مجتمع واحد هو المجتمع المصري، وعايزين أكيد بلدنا تبقى أحسن، وبالتالي الكل يتفهم أدواره وواجباته ومسؤولياته. بنتكلم عن المشجع، عن رجل الشرطة، عن إدارات الأندية والمسؤولين فيها، بنتكلم عن رجال الأمن اللي مسؤوليتهم تأمين الاستادات طبعا بتكليف من الأندية أو اللي بيتبعوا شركات أمن أو أندية مصرية، إلى آخر هذه المنظومة وكل من يعمل على وضع السياسات والقرارات المنظمة لها والخاصة بها. خلونا نسمع رأي المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والذي شارك عن النادي الأهلي في هذا اللقاء وفي هذا الاجتماع مع المسؤولين في اتحاد الكرة. الحقيقة طبعا كل الناس عايزة تعود الجماهير، احنا داخلين على كاس عالم، ما ينفعش النهاردة يبقى فيش جمهور. كرة القدم بدون جمهور يعني بالظبط زي كده ايه، جنينة بدون زرع. فاتفقنا ان شاء الله عودة الجماهير ان شاء الله من الموسم الجاي. اما بالنسبة للموسم ده هنزود عدد الجماهير ل300 في المباراة تبتدأ من بكرة في الدوري العام. اما بالنسبة للكاس مصر ان شاء الله هيعود الجمهور بحوالي يمكن 5000 على حسب الماتش بس، ومن الفرقتين، بحيث ان مثلا سي الاهلي والداخليه هيبقى فيه 5000، الاهلي بيخلوه 5000 والداخليه ليها 5000، ومتهيألي هو ده الحل المناسب، لان زي ما قلنا محتاجين بقى ان الجمهور يرجع
وشكلنا وحش قوي في وسط العالم كله انك انت النهارده دخلت كاس العالم ومش قادر تنظم مباريات بدون جمهور. يعني لابد ان كل طرف من المنظومه يتحمل مسؤوليته، الامن بيتحمل مسؤوليته، النادي بيتحمل مسؤوليته، منظم المسابقه سواء بقى اتحاد الكوره او لجنه الانديه السنه الجايه، كل واحد بيتحمل مسؤوليته. مسؤوليه الانديه انها تحافظ على، هي اللي بتطبع التذاكر سواء بقى السيستم بتاعها اونلاين او بتبعت بطاقات موسميه، ده كل نادي بيعمل السيستم بتاعه، ويبقى التنظيم جوه الاستاد بيبقى برده مسؤوليه النادي، اما الامن بيبقى مسؤوليته بره بحيث ان هو بيفتش بيبقى بيضمن ان ما فيش اي حاجه بتخش غير سليمه، وفي نفس الوقت بقى النادي سواء بقى بيتعاقد مع شركه امن او الامن بتاعه بيعمله، فدي بقى كل نادي هو لابد ان هو يتحمل مسؤوليته. سمعنا رأي المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والتنسيق بيجري على قدم وساق بين المسؤولين في الأندية المصرية وفي مقدمتهم النادي الأهلي وبين المسؤولين في اتحاد الكرة، والكل بيتوافق على دور الجميع وتحمل المسؤولية بشكل مشترك بين كافة الأطراف، ومنها أيضا الجماهير ودورهم المهم جدا في أن تنجح تجربة عودة الجماهير وزيادة أعداد الجماهير تدريجيا. الكل هيتحمل مسؤوليته، والكل إن شاء الله هيجعل هذا الوسط الرياضي والكروي أفضل ويبقى جزء من عودة الأمور لاستقرارها مجريات الأمور الطبيعية كما نريدها وكما نرغب فيها في بلدنا الغالي مصر. هنتكلم عن محمد صلاح طبعا، برضو حدوتة مصرية جميلة بتسعدنا جميعا، تجربته مفرحة جدا، النجاح وزيادة عدد الأهداف والتألق وارتفاع مستوى الأندية اللي بينتقل إليها مع كل تجربة احترافية جديدة له أو كل تعاقد جديد وصفقة جديدة لانتقاله من نادي لآخر. الموضوع بيتصاعد من تجربته في سويسرا إلى فيورنتينا، ثم تجربته الماضية في روما الإيطالي، ثم في الريدز أو ليفربول الإنجليزي. محمد صلاح وصل إلى معادلة نفس رقم اللاعب أو نجم وأسطورة ليفربول السابق روبي فاولر، حقق أو أحرز 19 هدف بالقدم اليسرى ليتساوى مع هذا اللاعب، وهم أكثر اللاعبين إحرازا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي أو البريمير ليج بالقدم اليسرى، 19 هدف لكل منهما، فضلا عن السباق القوي جدا بينه وبين هاري كين اللاعب الإنجليزي ومتصدر هدافي المسابقة برصيد 23 هدف، نجم ومهاجم فريق توتنهام، والمنافسة قوية جدا، ومحمد صلاح بيزيد من رصيده بعد ما أحرز اليوم هدف في شباك ساوثهامبتون، ثالث أهدافه بعد إحرازه لهدفين في اللقاء السابق بين الفريقين، ليصل إلى الرقم 22 ويلاحق هاري كين بفارق هدف واحد. طبعا تجربة بلا جدال وبلا خلاف في الآراء، ما فيش أكتر من رأي، الكل متفق على أنه من أنجح، إن لم تكن أنجح ربما هي أنجح بالفعل تجربة على الإطلاق في تاريخ تجارب المحترفين في القارة الأوروبية من اللاعبين المصريين، وواحد من ألمع النجوم وأفضل تجارب الاحتراف للاعبين الأفارقة على الإطلاق. وإن شاء الله لسه محمد صلاح 25 سنة وبتركيزه وأدائه هذا المستوى البدني والفني والخططي اللي بيزداد في أدائه من مباراة لأخرى ومن تجربة احترافية ومن موسم لآخر، أعتقد أنه مؤهل للانتقال لأقوى أندية العالم أو لتجربة يصل من خلالها إلى واحد من أكبر ربما أربع أسماء الأندية في العالم اللي الكل دائما أبدا بيتكلم عليهم، بتكلم عن بايرن ميونخ، يوفنتوس، ريال مدريد، برشلونة. أعتقد أن محمد صلاح هيكون مؤهل إن شاء الله لو ربنا سبحانه وتعالى وفقه، وكان يعني ما تعرضش لأي إصابة توقف مسيرته أو تعطل مسيرته، إن شاء الله لو فضل على هذا المعدل في الأداء وهذا المنحنى المتصاعد في الأداء يقدر إن شاء الله يوصل لأعلى مستوى من أندية كرة القدم في العالم في الفترة المقبلة. محمد صلاح كمان حقق رقم قياسي آخر في الأسبوع الماضي، هو أسرع لاعب يتخطى رقم 20 هدف مع الريدز، متفوقا على الثنائي دانييل ستارج وفرناندو توريس الفترة اللي حقق فيها أو أحرز هذا الرقم ووصل للهدف رقم 20. بنقول له طبعا بنتمنى له كل التوفيق، وهو تجربة مشرفة متهيألي أنها ممكن تبقى نموذج في التركيز والالتزام الخططي والالتزام بتعليمات وتوجيهات المديرين الفنيين في كل نادي بيلعب في صفوفه. أعتقد محمد صلاح مؤهل لتحقيق المزيد إن شاء الله في الفترة المقبلة، وبنتمنى له كل التوفيق ويكون إضافة كبيرة وفارق كبير يحققه مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم في روسيا إن شاء الله. مشاهدينا التغطية مستمرة ومتابعتنا للأخبار مستمرة من خلال الأهلي في كل مكان، فاصل ونعود. أهلا بحضراتكم مرة ثانية، ما زلنا معكم من خلال الأهلي في كل مكان، وبأكد على حضراتكم مرة ثانية أن احنا بالتنسيق مع زملائنا في فريق الإعداد ومع إدارة القناة
طالما بنعد بتطوير شامل في قناة الأهلي في الفترة الجاية، احنا هنبذل كل الجهد الممكن لظهور كل نجوم ورموز النادي الأهلي على شاشة القناة في الفترة الجاية، وبالتأكيد أحد هذه العلامات المضيئة في تاريخ النادي وفي حاضر النادي الأهلي وحتى قبل أن يتولى هذا المنصب وقبل أن يصبح رئيسا لمجلس إدارة النادي، والكابتن محمود الخطيب أسطورة كرة القدم في النادي الأهلي وفي مصر وفي المنطقة العربية والقارة الأفريقية. بالتأكيد هنوجه كل الدعاوى الممكنة ونبذل كل الجهد الممكن لأن يكون شكل الإعلان عن كل الرؤى الخاصة بالمرحلة المقبلة من خلال حوار نسعد بإجراءه على شاشة قناة الأهلي، والقرار في النهاية هيكون للكابتن محمود الخطيب هو صاحب الحق في قبول أو رفض الدعوة بالتأكيد، ولكن إحنا هنجتهد ونكون بإلحاح شديد بنوجه هذه الدعوة للكابتن الخطيب، وهيسعدنا وجوده معنا في حوار شامل وتفصيلي عن كل ما تم العمل عليه خلال الفترة المقبلة وأهم القضايا الموضوعة في أجندة عمل وأولويات النادي الأهلي في الفترة القادمة إن شاء الله على كافة المستويات طبعا، الرياضية والإدارية والاستثمارية والخدمية، كل التفاصيل اللي ممكن تكون مرضية أو مهمة وشيقة ويهم كل الأعضاء والجماهير، أعضاء النادي وجماهيره داخل وخارج مصر، إلى الحديث عنها والاهتمام بمعرفة كل التفاصيل الممكنة عنها خاصة عندما تكون على لسان الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة. فهنكرر الدعوة وهننسق ونشوف مع إدارة النادي إن شاء الله مدى إمكانية تحقيق هذا الأمر. خلونا نستكمل قراءتنا ومتابعتنا لهذه الأخبار بعد ما سمعنا رأي الكابتن مجدي عبد الغني والمهندس خالد مرتجي عن هذا المؤتمر. عندنا قرارات أخرى، محمد عمر الكابتن محمد عمر مديرا فنيا للاتحاد السكندري، مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة الأستاذ محمد مصلحي أنهى اتفاقه مع الكابتن محمد عمر نجم الكرة المصرية ونادي الاتحاد سابقا لتولي مهمة المدير الفني للفريق خلفا للمدير الفني الذي تقدم باستقالته بعد الهزيمة الأخيرة أمام الإنتاج الحربي بثلاث أهداف مقابل هدفين ماكيدا الأسباني، واعتذر عن عدم الاستمرار وعدم استكمال التجربة. تم الاستقرار على تشكيل الجهاز الفني لفريق الاتحاد كالتالي: كابتن محمد إبراهيم مدير للكرة، كابتن محمد عمر مدير فني، كابتن محمد نور مدرب عام، والكابتن تامر عبد الحميد مدرب، والكابتن يوسف حمدي مدرب مساعد، والكابتن مجدي بهلول مدرب لحراس المرمى. نتمنى للجهاز الجديد كل التوفيق وأنه يؤدي أو يقوم بمهمته بشكل يضيف لفريق الاتحاد السكندري ويطور من أدائه ونتائجه في الدوري الممتاز. رسميا الكابتن ربيع ياسين مديرا فنيا لمنتخب 2001 قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة أو الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي سابقا الكابتن ربيع ياسين مديرا فنيا لمنتخب مواليد 2001، ومن المقرر أن يبلغ اتحاد الكرة بهذه المهمة رسميا، يبلغ القرار للكابتن ربيع ياسين في الفترة المقبلة خاصة بعد صدور القرار رسميا عقب اتفاق أعضاء المجلس على اختياره، وبالتأكيد الخبر وصل للكابتن ربيع ونتمنى يكون استمع إلى الخبر ويكون إن شاء الله إضافة وتجربة جديدة ناجحة له في مشواره مع الرياضة ومع كرة القدم اللي حقق فيه نجاحات كبيرة لاعبا ومدربا. وهذا القرار بعد اعتذار أيضا الكابتن أشرف قاسم عن تولي المهمة بحجة عدم منحه الفرصة كاملة لاختيار جهازه المعاون، وحاول طبعا الكابتن حازم إمام نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا وعضو مجلس إدارة الاتحاد إقناع كابتن أشرف قاسم بالعدول عن القرار، ولكن فشلت المحاولات واستقر القرار على قبول اعتذار الكابتن أشرف قاسم وتوجيه الدعوة أو هذا التكليف للكابتن ربيع ياسين، وإن شاء الله يكون على قدر المسؤولية ويحقق نجاحات من خلال منصبه الجديد. بعد قراءتنا ومتابعتنا للأخبار هنتكلم باستفاضة في فقرتنا التالية، حوار هنتكلم من خلاله عن الكثير من الذكريات والأمور المرتبطة بالمسؤوليات داخل الملعب كلاعب كرة أو كحارس مرمى مع منتخب مصر أو مع النادي الأهلي، وأيضا العمل الصحفي والانتقال إلى مجال النقد الرياضي والعمل الصحفي الرياضي من خلال تجربة في مؤسسة الأهرام العريقة والعملاقة، وأيضا تجربة العضوية في الاتحاد المصري لكرة القدم ودور المنسق منتخب مصر خلال تجربته السابقة في كأس العالم في نهائيات كأس العالم عام 90. أسئلة كثيرة جدا هتكون موجهة عن الماضي وربطه بالمستقبل وبالحاضر وبظروف النادي الأهلي ونجاحه وتألقه حاليا من خلال الحوار التالي مع نجم الكرة المصرية السابق والناقد الرياضي الكبير الكابتن عصام عبد المنعم. ابقوا معنا. طبعا مصطلح أو عبارة الأهلي في كل مكان تشمل أيضا أبناء النادي الأهلي اللي حققوا نجاحات مع النادي الأهلي داخل الملعب ثم خرجوا بآفاق هذا النجاح إلى خارج حدود النادي الأهلي إلى تجارب
نجحت بالفعل واستمرت لأعوام طويلة وما زالت تحقق نجاحات في مجالات أخرى، الإعلام الرياضي، الصحافة والنقد الرياضي، أيضا مجالات أخرى من العمل الرسمي في قطاعات مختلفة من قطاعات الدولة، كل المجالات، مجالات أيضا خاصة بالتدريب ولو بعيدا عن النادي الأهلي، الأهلي في كل مكان بأبنائه، بتاريخه، بإمكانات كل عناصره التي تخرج بهذا الاسم ومن هذا الاسم وارتباط بهذا الاسم الكبير والعريق النادي الأهلي إلى مزيد من النجاحات تبني على النجاح الذي حققته فيما مضى مع النادي الأهلي بمزيد من الخطوات والإنجازات في مجالات مختلفة. من هذه الأسماء ضيفنا النهاردة اللي بنسعد بوجوده معنا الناقد الرياضي الكبير والرئيس السابق للاتحاد أو الأسبق للاتحاد المصري لكرة القدم ونجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق الكابتن عصام عبد المنعم. كابتن عصام مساء الخير واهلا بحضرتك. اهلا بك. سعيد بوجودك معانا النهارده. سعيد لي انا. كابتن عصام هنبدا مع حضرتك مع مشاهدين عندنا تساؤلات كثيره عن هذا المشوار ولكن ابلغني منذ قليل او عرفت عن طريق زملائي انه في اتفاق اعلنه طبعا زميلنا العزيز الصديق العزيز الاستاذ والنقد الرياضي الكبير الاستاذ ايمن بدره مدير القناه انه التقت الرغبتان رغبه مجلس اداره النادي الاهلي ورغبه اداره القناه الحاليه في ان تكون اولويه الظهور للمسؤولين في النادي عندنا لقاءات تاتي تباعا ان شاء الله حرصا على تقديم كل ما يتعلق بالاخبار الحصريه وبخطط العمل داخل النادي في كافة القطاعات وفي الرياضات ومجالات العمل المختلفة في النادي من خلال شاشة قناة الأهلي وهنبدأها مع الكابتن عبد العزيز عبد الشافي يوم الأربعاء إن شاء الله ويلي في الأيام القادمة أيضا لقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ كل نجوم وكل المسؤولين في قطاعات مختلفة في النادي الأهلي وإن شاء الله يكون دائما أبدا الأولوية وجزء من رؤية ورغبة مجلس الإدارة في النهوض بكل شؤون النادي ومنظومة النادي الأهلي بما فيها قناة الأهلي يساعد على هذا الأمر ويدعم هذه التوجهات وهذه القرارات. كابتن عصام عبد المنعم خلينا نبدأ مع حضرتك بذكرياتك كلاعب كرة كحارس مرمى في النادي الأهلي، ايه الحاجة اللي دايما بتفتكرها لما تفكر في تجربتك كحارس مرمى مع النادي الأهلي وانتمائك لأعوام إلى هذا الفريق داخل الملعب لفترة حققت فيها نجاحات مع الفريق، فاكرها ازاي وايه العناوين الرئيسية اللي دايما بتفتكرها أو ما بتنساهاش أبدا؟ يعني الإحساس بأنه النادي الأهلي ليس مجرد فريق لكرة القدم أو مكان بتعد فيه ناس عشان يبقوا أبطال في رياضات مختلفة. النادي الأهلي الحقيقة من بدايته ولغاية دلوقتي أرجو ذلك بيعتمد مجموعة قيم بتسبق الفوز وبتسبق تحقيق الانتصار، قيم فيها كثير من المثالية رغم انه يعني العصور بتتوالى ومسألة المثالية دي بتبقى صعبة، انما انا اذكر يعني في البداية كابتن مصطفى حسين ابو الاشبال يطلق عليه ابو الاشبال، احنا كنا يعني من الجيل الثاني اللي في اشبال النادي الاهلي وكان الكلام اللي بيقوله لنا لما بنجتمع في حاجة أنا مش قادر أنساها. بيقول لك اللي هيسقط في المدرسة ما يجيش. إحنا مش عايزين النادي الأهلي ما بيبقاش فيه لعيبة جهلة. ما فيش لعيب يبقى فاشل ومش مهتم بدراسته وإحنا مهتمين بيه كلاعب. بالظبط. واللي عنده مشاكل في النواحي الدراسية يجي ويقول لي واحنا هنتولى ان يبقى فيه مدرسين يساعدوه. فالمسألة العلاقة هنا بقى من هنا بتبتدي علاقة الانتماء للنادي وانه احساسك بانه انت ده بيتك اللي بتحافظ عليه وبتدافع عنه. ومسألة ان انت حضرتك قلت ده مهم جدا ان المكان ده عشان تنتمي له وتنجح فيه لازم تبقى ناجح في حياتك في الجوانب التانية. هي دي انا يعني هي المسألة كمان اصله ده كان وقت فاصل تاريخي ما بين انه معظم اللعيبة كانوا ما فيش تعليم ما كانوش بيهتموا بمسألة التعليم ويعني ما كانش مشكلة ما حدش بياخد يعني دلوقتي الوضع مختلف لكن ساعتها كان وارد جدا ان انت خلاص بتلعب بتاخد مكافأة ولا حاجة
فبتبتدي يعني تهمي المسألة. كان الجانب حضرتك هكمل كلامك بس بما أنك ذكرت المكافآت الجانب المالي هل كان ممكن الاعتماد عليه بشكل كافي وقتها؟ لأن التقرير ذكر أنه مثلا أول مكافأة حصلت عليها كحارس مرمى أو كلاعب مع الفريق كانت 5 جنيه. هل الأرقام أيام هل ده صحيح؟ هل كانت الأرقام تكفي الاعتماد عليها في الوقت ده؟ يعني هو 5 جنيه عن مباراة، انما انت كنت ممكن يعني ربنا كرمك تطلع لك في شهر ب 20-30 جنيه في الوقت ده، كان مبلغ اكتر من كافي. فده يعني انا كنت باجي من مصر الجديده لما بقيت لعيب في الدرجه الاولى، باجي من بيتنا على النادي الاهلي بتاكسي بقى مش هركب اتوبيسات ب 25 قرش او 24 قرش. فيعني المسائل كانت، فكانت المسألة تبدو إنها مكافآت زهيدة، إنما هي كانت لها قيمة بمعايير الزمن ده، بمعايير الزمن ده. لكن هي أبدا ما كانش المهم بالنسبة لنا إن احنا نكسب عشان ناخد فلوس، لأن أنت كنت بحاسس إن النادي الأهلي لو أنت حصل أي حاجة هتلاقيهم في ظهرك، عندك مشكلة عندك. وكان أحيانا بيحصل مساعدات لناس من ناحيه اجتماعيه، ما خدش فلوس في ايده كمان، واحيانا كانوا الولاد الصغيرين ولي امره هو اللي ياخد الفلوس عشان ناحيه تربويه، يعني عشان الولد ما ياخدش، ما يتعودش انه الملعب او اللعب في الفريق في السن ده عشان الفلوس دي. لا هو وانا مش عايز ابقى في جيبه 10-12 جنيه، انه ما ينفعش يتساب يعني مبلغ زي ده. يعني فهي القضيه يعني كان في جوانب كتير جدا بتخلي النادي الاهلي مختلف، وبتخلي ان انت بتحس كمان ان انت يعني متميز عن اقرانك. وبعدين احنا كان عندنا ادج معنوي، عندنا حافز معنوي ان انت مثلا بنلعب في الدوري منطقه القاهره ولا احنا لابسين لبس هم ما يحلموش يلبسوه في العيد، يعني لبس النادي الاهلي هو هم عيني يعني مسائل كلها فانيلات شرابات مختلفة وحاجات كده. النادي الأهلي كان معنويا بينزل كسبان في السن ده، لأن الولاد بيشوفوا فريق نازل الشرابات إيه والحاجات كلها لازم تبقى مكوية، الشكل نفسه يخلي الفريق هو الأقوى قبل المباراة، يعني هو بيشوفوا عيني يقول لك إحنا هنلاعبهم إزاي، دول خواجات. فطبعا النادي الأهلي الحقيقة يعني مدرسة في التفوق، يعني كيف تتفوق. التجارب كانت مفيدة قد ايه يا كابتن عصام؟ مواجهات مع فرق لها خبرات تانية في قارات اخرى، فريق زي بنفيكا مثلا المباراة دي فاكرها ازاي وقيمتها في مشوارك كرياضي او كلاعب كرة قدم؟ حتى يعني بنتكلم عن اللاعب دي، المصطلح ده بيسري على الجميع، حارس المرمى ولا بنفيكا؟ ده كان عادل هيكل يعني بنفيكا ما كانش حضرتك مشاركتش في لا المباراة؟ لا بنفيكا كان عادل هيكل. انما يعني لعبنا طبعا قدام فرق. ايه المباريات اللي حضرتك فاكرها من التجارب العالمية اللي هي فعلا عملت فارق وشايف ان استفدتوا فيها فنيا، او كان شكل المواجهات فيها مختلف عن المواجهات مع الاقران هنا في مصر؟ هو احنا يعني مباريات كتير، بس يعني اللي بيعلق بذهني اكتر هو النشاط المحلي. انما يعني في الفتره دي انا دخلت المنتخب وسني صغير، وبعدين لما سافرت ليبيا المنتخب بيديلك احساس يعني نعد بقى الاهلي واخدين كام منه في المنتخب، الزمالك واخدين منه كام في المنتخب. فتره طويله من الزمن احنا الجيل بتاعنا الحقيقه اتحرم من النشاط المحلي بعد 67 لغايه 73 فتره الحروب والكلام ده. انما هي القضيه انه انت احساسك بالانتماء للنادي الاهلي ده شيء بيعصمك من حاجات كتير قوي. انت ما يصحش تتواجد في مكان لا يليق، لان انت بتمثل مرتبط بالكيان ده. فانت هتسيء الى يعني حاجات كتير قوي بتحمي ابن النادي الاهلي في الوقت ده، معرفش اليومين دول ايه يعني، ربنا يسهل وتكون زيها. يعني ان انت يعني ما يتخدش على يعني النادي الاهلي
ما يتلمش بسببك. هو اعتقد احنا في تصحيح انه فعلا زملائنا كانوا يقصدوا منشات اتكتب عن مباراه بنفيكا، مش بيتكلموا عن ان حضرتك شاركت فيها، هما بيتكلموا عن منشات عايزين نستشهد بيه لانه مشابه في مفارقه انه بيشبه الى درجه كبيره ما يكتب عن النادي الاهلي حاليا من تفوق في مواجهه اقرانه، ما كتب ايضا بعد هذه المباراه هنشوفه نسترجعه الذاكره مع حضرتك ومع مشاهدينا وتعقب عليه لما نشوف المنشات بعد قليل. لكن حضرتك بتقول انه كان النادي الاهلي من ينتمي اليه او من يصبح بداخل هذا الكيان خلاص اصبح لو صورته سيئه بتسيء للكيان كله، فيجب ان يلتزم لانه خلاص اصبح دلوقتي مرتبط عند الناس باسم وشعار وهذا الرمز النادي الاهلي. شوف هو اصله يعني زي ما بيقولوا كل وقت وله ادان. احنا كنا في عصر مختلف، يعني النادي الاهلي في عصر الهوايه بيطبق الهوايه كما ينبغي ان تكون. في عصر الاحتراف لازم يطبق الاحتراف كما ينبغي ان يكون، لانه القيم اتغيرت، مش القيم الاخلاقيه، القيم المهنيه. ان انت بتلعب في النادي الاهلي انت ممكن بكره ما تبقاش في النادي الاهلي، وممكن يجي حد غيرك من مصر او من غير مصر يخش المنظومه بتاعت النادي الاهلي، لكن بيبقى ان انت في قالب، لو دخلت النادي الاهلي لازم تخش القالب ده مهما كنت بتعمل. ايه العناوين يعني الاطار لو قلت حضرتك ان القالب ده له أربع عبارات بتعبر عنه، يعني هي دي الأساس، هي دي الـ 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 الأرض الصلبة اللي بيقف عليها هذا الكيان، وإن اللي يدخل لازم يتطبع بالطباعة دي أو لازم يتشكل بالشكل ده وإلا مش هيقدر يكمل أو مش هيقدر يكون موجود جوه الكيان ده. شوف كلها منظومة بتجمعها كلمة واحدة هي الاحترام. احترام الكيان والشعار ده. احترام القيادة. احترام القيم الأخلاقية واحترام اسم النادي انك لا تسيء اليه. كل المنظومة قائمة على هذا الاحترام، واحنا بينا تعاقد، سواء كان بقى المسألة تعاقد أخلاقي في ايام الهواية او تعاقد احترافي دلوقتي، لكن انت بتمثل كيان لا يقبل 90%، يقبل منك محاولة 100%، قد لا تصل بس أنا أعرف أن أنت حاولت 100%، غير كده ولا يقبل أن أنت تقول أنا، لازم تقول إحنا. يعني فهي الحقيقة القيم دي، يعني أنا مبسوط طبعا أنه كابتن الخطيب بقى موجود، لأنه هو مغروسة فيه القيم دي، فلما يبقى أكبر قيادة موجودة في النادي هي وبفكرني، لان انا في المهندس خالد مرتجي زعل مني لان انا في احد البرامج، بس المذيع كان يعني مش عايز اقول يعني مغرض، انما يعني داس فيها قوي، بنتكلم على رؤساء النادي الاهلي، فقال لي الفريق مرتجي من رموز النادي، فقلت له لا، فيعني انا كان قصدي ان رموز النادي هي الناس اللي مثلت النادي في 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 كره القدم، انما ودول عدد قليل، رؤساء النادي العظماء كثيرين جدا، منهم الفريق مرتجي، منهم الفريق مرتجي. لكن حضرتك هنا بتربط كلمه الرمز بمن عاش داخل الملاعب او حقق نجاحات يعني داخل الملاعب، صالح سليم، محمود الخطيب هنا، فهي قد تفهم بشكل خطأ، لكن حضرتك هنا لا تقلل على الإطلاق من قيمة الراحل الكبير الفريق على المرتجي. الإطلاق على الإطلاق، إنما هو رمز رمز الفريق، رمز للفريق لأنه لبس الفانيلا، لكن ما قام به الفريق مرتجي من قيادة حكيمة جدا للنادي في الوقت ده، وما أدى إليه هذه القيادة من انتصارات، شيء لا يمكن التاريخ يغفله. أكيد، وهو كان راجل عظيم بكل المقاييس، في سواء في حياته المهنيه كقائد او في حياته الرياضيه مع النادي الاهلي، وندين ليه بالفضل كلنا في المساله. لكن في تفكير حضرتك وتصنيف حضرتك بتصنفه من رؤساء النادي الاهلي العظماء، من اهم الشخصيات اللي تولت رئاسه النادي الاهلي. بالتاكيد بالتاكيد، ويمكن اكثر الناس اللي عملت بطولات. ده توضيح اكثر من كافي، واعتقد كمان ما اعرفه شخصيا عن المهندس خالد مرتجي انه شخصيه برود مايندد، شخصيه مستنيره، وهيفهم كلام حضرتك ده بشكل اكثر من رائع. لا يعني انا متاكد من كده، انا متاكد من كده، بس انا
خفت لا يزعل، لان انا ما استرجعت الكلام انه مش لا يعني ان لو نقلت اعلاميا فقط بالرد على انه ليس من رموز الاهلي ممكن تتاخذ بحساسيه، يعني مش من رموز الفريق، مش من رموز الفريق، لكن مش من لكنها يعني لكن ما تنكرش راي حضرتك كما قصدت طبعا لكن هو يعني من العظماء اللي في تاريخ النادي الاهلي واياديه البيضاء وعليا انا شخصيا يعني عليا انا شخصيا الاول ما اتخرجت. لو حضراتكم طول الوقت بتتكلموا عليه، حضرتك كابتن محمود الخطيب، كابتن زيزو، كل النجوم الكبار اللي بنتكلم عنهم في الوسط الرياضي، في وسط ادارات الانديه، في المجال الاعلامي الرياضي، الكل دايما بيذكر دائما ابدا من الشخصيات اللي بيتكلم عنها. كل ما اتكلم عن تاريخ النادي وعراقه النادي الاهلي وانجازات النادي الاهلي وهذا المشوار والتاريخ المستمر بفضل الله سبحانه وتعالى، الكل دايما ابدا بيشير لاسم الفريق مرتجي، يعني مفيهاش خلاف يعني. وعلى المستوى الشخصي كمان، مش بس على مستوى انجازاته مع النادي الاهلي، اول ما اتخرجت رحت له قلت له انا اتخرجت، خدني من ايدي وداني الله يرحمه عثمان احمد عثمان شغال لي في المقاولين العرب، ودي كانت بدايه يعني. يعني على المستوى الاجتماعي والانساني كان شخص كمان يعني يحب يساعد الناس وطيب ومعطاء يعني كان اب لينا، وكان يعني الحقيقه من العظماء يعني بلاش الرموز، لكن هو من العظماء من عظماء النادي الاهلي. وانا يعني انا زعلان انه اتفهمت المساله كده. لا اعتقد كدا. الموضوع انتهى خلاص، حضرتك وضحتها بشكل كافي، واعتقد الكل على درجه عاليه من الوعي والثقافه ويعرفوا مشاعر وتقدير الكابتن عصام عبد المنعم لكل هذه الاسماء الكبيره، ومنها طبعا الراحل الكبير الفريق مرتجي، فالموضوع مش هيكون محل جدل اعتقد كده يعني. ما حضرتك كمان حسمته بهذا التوضيح، نرجو ذلك. هنرجع للتراك الاساسي او للمسار الاساسي للحوار، وان كان مهم جدا هذا التوضيح اللي حضرتك تفضلت بيه. هرجع لقضيه النجاح مع النادي الاهلي. الوقت اللي حضرتك بتقرر تذهب لمجال اخر بعد كره القدم، هل بتلاقي اسم النادي معاك، وجودك كحارس مرمى ونجم من نجوم فريق الكره في الفريق، بيساعدك في اي مجال وبيساعدك على تحقيق نجاح تبنيه ويضيف لنجاحك مع النادي الاهلي؟ هل كان اسهل بعدها؟ الحياه بقت اسهل طبعا. انت لما تنتمي للنادي الاهلي بتبقى يعني محظوظ جدا، بس كمان عليك مسؤوليه، لانه لا يصح ولا يصح ولا يصح، لا يعني في حاجات كتير قوي لا يصح ان تعملها، ان انت لابس فانيله النادي الاهلي، او انت منتمي، او انت محسوب على النادي الاهلي، فانت سلوكك لازم يبقى في مستوى معين بيحطك في اطار، يمكن هذا الاطار يحفظك من ان انت ترتكب سفاهات او تفاهات او حاجه زي كده، لانه انت بتنتسب لكيان عظيم جدا وما صحش انه انت تسيء اليه. فهو شيله يعني، انت شايل شيله مسؤوليه ولابد ان انت تكون قد هذه المسؤوليه، وده يعني انا مش بشوفه انه عبء، دي بوصله بتخليك في مسارك تمشي صح. ممكن كنت تراجع حساباتك في وقت من الاوقات، التصرف ده لائق، ده مش مناسب، ده هعمله، ده لا، الوسط ده هكون مرتبط بيه، ده هبعد عنه خالص عشان انا بقيت اسمي ارتبط بالنادي الاهلي. ما هو الانسان في مجموعه محاذير بتوجهه، منها المحاذير الدينيه مثلا، لا ده حرام، المعايير الاخلاقيه، لا ده عيب، مساله بقى ان انت طول الوقت انا محسوب على هذا الكيان الكبير، ومش انا اللي يعني احط بقعه سودة في الكيان، لا يعني احساس بالمسؤوليه عن ان انت لازم في كل تصرف بتبقى موجود تراعي صوره هذا الكيان، حتى يعني وانت بتلبس ايه، بتعمل ايه، يعني المسائل اللي هي فيها بدع، لا المسائل اللي هي فيها صراعات. يعني ده كمان أثر على حضرتك في أسلوبك كناقد لما اتجهت للنقد الرياضي وعملت في مؤسسة وفي صحيفة الأهرام، إنه ما شفناش كابتن عصام عبد المنعم أبدا جزء من عملية تراشق مع حد، تجاوز من اللي كان بيحصل أحيانا في الوسط الإعلامي الرياضي، يعني شفنا في سمت معين أيضا محافظ عليه كصحفي أو ناقد رياضي. وده الحقيقة يعني كل مدرب أو كل مسؤول في النادي أنا تعاملت معاه، رؤساء أندية، مديرين كورة، مدربين، لعيبة، رموز كبيرة، كل واحد من دول خدت منه حاجة، استفدت منه. يعني هي المسألة التربية بالقدوة ده شيء مهم جدا، فهي كانت القدوة، أنت مش عايز تشذ عن المجموعة، لأنه الناس كلها بتطمح للكمال وبتطمح إلى أنها تعمل
لا كده لا ما يصحش، ما يصحش ابن ممثل النادي الاهلي يبقى قاعد مثلا على قهوه في حته مش مظبوطه. يعني لازم ايه، في كلاس معين وفي وضع معين، لازم انت كل تصرف بتتصرفه محسوب عليك وعلى الكيان، محسوب على الكيان اللي انت بتحبه ده، اللي انت منتمي، اللي انت محتمي بيه. خلي بالك انت محتمي بيه، لانه يعني لو انت حصل لك اي مشكله حتى خارج اطار، لازم تتصل بالنادي، والنادي باتصالاته هو اللي فهو ظهرك، فما صحش ان انت يعني تسيء لهذا السند. بالظبط. طيب انا هسال سؤال اخير عن فنيات كره القدم بين الماضي والحاضر، وبعدين هننتقل لبعض الامور الاخرى المرتبطه بمسار حضرتك في الاعلام الرياضي وفي المسؤوليه العامه او في مجال العمل العام، ومنها رئاسه اتحاد الكره او الاتحاد المصري لكره القدم. بصراحه كابتن عصام، بعض الناس بيقولوا الكره زمان كانت اسهل، المواهب كانت اكثر واكثر غزاره واعلى فنيا، المواهب الفطريه، ولكن طرق الدفاع والتنظيم الخاص بالفرق وطرق التاكتكس والامور الخاصه بالفتنس والقوه البدنيه والسرعات ما كانتش في الحسابات زي دلوقتي. فبيقولوا الكره دلوقتي اصعب كتير كتير والمشقه فيها اعلى، وان كانت المواهب اعلى بكتير في الماضي. راي حضرتك في موضوعيه الكلام ده، وقارن لنا سريعا بين ما تراه عن جيلك من اللاعبين والاجيال يعني القريبه منه، وعن الجيل الحالي ومستوى الاهلي في الجيل ده. لا الكلام ده مش صحيح. الكلام ده فيه كثير من السطحيه. يعني انا برضو هضرب لك امثله او ممكن حضرتك تقول لنا الكلام كله 100% غلط، ده رايي بيتقال، ممكن حضرتك ترد عليه بحريه. لا ما هو يعني ايه، احنا الناس اللي شافت يوسف وهبي زمان ده عملاق المسرح، انما الطريقه اللي بيمثل بيها لو اتعملت دلوقتي الناس تموت من الضحك وهو بيعمل دراما، لانه ما بقتش مناسبه للعصر. المقاييس اختلفت والاذواق اختلفت والخلفيات عند الناس والاكسبوجر للتعرض لمنظومات مختلفه من الثقافات والفنون والكلام ده. تطور، حصل تطور مستمر، هذا التطور بيبقى على حساب انه الماضي يصلح لوقته، يعني كل عمل ابداعي يصلح لوقته باستثناءات قليله جدا. يعني الاهرام مثلا، دي هتفضل الاهرام طول عمرها كده، مش الاهرام الصحيح، الاهرامات يعني يعني في حاجات هتفضل، لكن كل سلوك انساني بيحل عليه التقادم، وبتبقى المسألة تقييمها مختلف، ما تقدرش تحكم بنفس المقياس على أداء في عصور مختلفة، ما تقدرش تقول الكورة بتاعة زمان والكورة بتاعة دلوقتي والكورة بتاعة بكرة. كل حاجة مناسبة. ده تقييم غير عادل، لما الناس تعمل كده دي مقارنة غير عادلة. لأنه أما تقيم أو تنظر للكورة في الستينيات والخمسينيات بمعايير دلوقتي. يعني أنت في كورة في وقت من الأوقات كانت بتلعب وهي متدككة برباط. لو ضربت هيدز تتفتح لك حاجبك لو جت في الحته اللي فيها الرباط. فارق التكنولوجي في الطب الرياضي وفي الجراحات وفي التاهيل والجام يعني والاجهزه كلها، لكن الناس كانت بتتعامل معاها بحرفيه في وقتها، زي الكوره بتاعت الستينات زي الكوره بتاعت دلوقتي. كل وقت وله هل كان في تشابه؟ هل الحاجه اللي نقدر نقول انها كومن، انها مشتركه طول الوقت ومع تعاقب الاجيال الى يومنا هذا، هي تفوق وتفرد النادي الاهلي دائما ابدا، انه الاكثر حصولا على البطولات، الاكثر تركيزا، الاكثر قدره على امتاع جمهوره وارضاء جمهوره بعدد وافر من مرات الفوز والاهداف هي الحاجات اللي ما بتتغيرش وسبب انتصارات، اللي هي القيم. القيم ما بتتغيرش. يعني ان الفريق يبقى اولا وانا ثانيا، ده ما بيتغيرش، وده موجود في النادي الاهلي. انه زميلي قبلي برضو، وان انا اغطي على خطا زميلي، المسائل الاخلاقيه دي ما بتتغيرش، انما بتتغير نواحي فنيه، نواحي مهاريه، لكن الانتماء للنادي وان انت تضحي. يعني انا ابقى شايف لو دخلت في الكوره دي دماغي هتتفتح، اعملها ودماغي تتفتح علشان امنع هدف انه يجي في النادي الاهلي. هل هي من مبادئ النادي الاهلي اللي حضرتك بتقول انها مستمره مع مرور الزمن ولا تتغير، فكره اني بلعب كل منافسه وكل مباراه من اجل الفوز دايما طموحي الوحيد؟ برضه هي بقول منظومه القيم. نعم، دي من منظومه القيم. من منظومه القيم، قيمه تشريف الشعار، وقيمه ان انت النادي الاهلي العالم ويفضل والنادي الاهلي نمره واحد. لازم يبقى نمره واحد. نمره اتنين فشل ذريع،
تيجي في في في, نعم. في نادي تاني الخامس بالنسبه له انجاز. طبعا هنتقل مع حضرتك سريعا الى المملكه العربيه السعوديه، تجربه الاهلي في كل مكان وانديه اخرى في دول عربيه شقيقه وصديقه لمصر، خرجت هذه التجربه مع شعار واسم النادي الاهلي مع اسم النادي الاهلي، وتكررت التجربه بمؤسسات رياضيه عربيه اخرى في هذه التجربه السعوديه تحديدا. نتحدث عن نادي اهلي جده، ومعنا على الهاتف الزميل الصحفي الاستاذ عبد الرحمن مشبب الصحفي بجريده الرياضيه السعوديه. استاذ عبد الرحمن اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا استاذ محمد، احييك والكابتن عصام عبد المنعم، وتشرف في مداخلتي لهذا القناة الرائدة. واحنا سعداء بمشاركة حضرتك معنا طبعا. استاذ عبد الرحمن، الله يسلمك، هل كان نجاح النادي الاهلي وخروجه بهذا الشكل منذ نشأته وحتى الان، انطلاق هذه المؤسسة وهذه المنظومة الرياضية الناجحة، هل كانت عامل رئيسي في تكرار التجربة تحت نفس الاسم وان كانت منفصلة اداريا عن الكيان المصري، تجربة سعودية، تجربة اماراتية الى اخر هذه التجارب في دول عربية شقيقة؟ يعني حضرتك ممكن تكلمنا عن بعض التفاصيل المتعلقة بتجربة خروج نادي ومؤسسة اهلي جدة للنور وتحقيق نجاحات فيما بعد؟ والله نشوف اذا تبدا احنا طبعا بالنادي الاهلي المصري، نادي نعم. يعني عمره تجاوز ال 100 عام، وهذا النادي العريق يعني اللي يعتبر يعني لما يطلق اسم الاهلي على طول اول ما يتبادر ذهن العرب كلهم يمكن الاهلي المصري. نعم. المسمى هذا الاهلي بالذات يعني في اكثر من تقريبا 17 18 نادي عربي يحمل هذا الاسم زي ما ذكرت لك، بما ان القدوه هو النادي الاهلي المصري بحكم يعني اقدميته. النادي الاهلي السعودي اذا بنتكلم عن العلاقه بين الناديين لابد ان نستذكر الراحل الامير عبد الله الفيصل، هذا الرجل اللي اسس النادي الاهلي يعني تاسيس او عمل نقله نوعيه لهذا النادي، وكان رحمه الله محبا، كان محبا كبيرا للنادي الاهلي المصري. نعم، رئيس شرف النادي. نعم، ورئيس شرف النادي الاهلي المصري. نعم، وحتى اعتقد الان في قاعه باسم الامير الراحل عبد الله الفيصل بالنادي الاهلي. نعم، ما اذكر سميت باسمه. ده صحيح. هذه العلاقه يعني قديمه، وكان هناك تبادل للاعبين، وكان في مرونة يعني لاعبين النادي الاهلي المصري والسعودي والعكس، يعني في تبادل مشاركات ايضا يعني على سنوات طويله، وحتى اذا بنستعمل حتى من على الكره السعوديه يعني مع الكره المصريه من عهد الراحل الامير فيصل الذهبي وسمير زاهر وكاس السوبر، كل هذه العلاقه يعني هي علاقه مستمره، يعني اخر ما وصلت العلاقه باستمرارها مع معالي المستشار تركي الشيخ والمشروع الاستثماري الضخم الكبير مع النادي الاهلي. نعم. وهو طبعا رئيس شرفي للنادي الاهلي. نعم. العلاقه يعني انت تتكلم على علاقه اكثر من 50 سنه او 60 سنه بين الناديين. نعم. هل في المملكة العربية السعودية عندما تحدث مباراة مهمة في المنافسات المصرية أو بين نادي مصري رائد مثل النادي الأهلي وفريق أفريقي، أي فريق في القارة الأفريقية، هل نجد مشجعين؟ هل في قطاعات من المشجعين أيضا تحب الأندية وتدعم وتتابع لقاءات الأندية المصرية وخاصة النادي الأهلي؟ هل له شعبية في المملكة العربية السعودية أم لا؟ جدا، انت ما تتخيل الشعبيه للنادي الاهلي، ويمكن انا ما اقولها، فانا كنت المنسق الاعلامي في ارضيه ملعب مباراه الشباب اعتزال فؤاد انور والاهلي المصري. نعم. وكان لنا زملاء، وكان في حتى جماهير طبعا بالتاكيد الجماهير السعوديه حاضره، كانت يعني اقدر اقول انها متعاطفه جدا مع النادي الاهلي المصري. في يعني يكفي ان النادي الاهلي يعني نادي قياسي، ارقام قياسيه حققها عجيبه في البطولات. انا يمكن اتجاوز المقارنه مع الانديه المصريه الاخرى مع احترامي لها وعدم تقليل منها، لكن انا يمكن ابدا اقارنه بالمستوى القاره الافريقيه، اذا ما اعتبر القاره الافريقيه وهو في قمه القاره الافريقيه، مشاركاته في كاس العالم للانديه، مشاركاته قارية يعني نجومه، يعني الحين اليوم نشوف محمد صلاح ما شاء الله من اللاعبين المصريين اللي يعني من اهم اللاعبين المصريين في الدوري الانجليزي، ثاني هدافين في الدوري الانجليزي، فتجد تعاطف كبير لان الجمهور بشكل عام يعشق البطولات، الجمهور يعشق الاهداف، الجمهور يعشق النجوم والمهارات، وهذه متوفره في النادي الاهلي. نعم. ومن الطبيعي ان اغلبيه الجماهير كبير او تشجع النادي الاهلي في مشاركاته الخارجيه. اخيرا استاذ عبد الرحمن، هل احيانا يحقق النادي الاهلي المصري تجربه ما في الاداره الرياضيه، في الاداره الخاصه بالمنشات، بالخدمات، بالاستثمار، ويحذو حذو
القائمون على إدارة الأمور في نادي أهلي جدة؟ هل هناك اتصالات دائمة وعلاقات يبنى عليها تكرار تجربة ناجحة ما حققها النادي الأهلي المصري هناك في السعودية؟ أكيد، إحنا شفنا كذا مشاريع يعني وكذا أمور إدارية حتى بين الناديين، وكان فيه حتى علاقات قوية في هذا الخصوص. يعني نادي الأهلي السعودي بالتأكيد أنا بستفيد من تجربة نادي الأهلي المصري في كثير من الأمور، وهذا يعني هذا من أسباب يعني نجاح وانتقال النادي الأهلي في أمور وتقدمه في أمور كثيرة، يعني حتى على مستوى الفئات السنية، على مستوى المدربين، على مستوى النجوم، وكثير أيضا من الأمور الإدارية. أنا بتجاوز الأمور الفنية، أتكلم عن الأمور الإدارية تحديدا وكيفية إدارتها بالنسبة للنادي الأهلي، نادي الأهلي جدا. أخيرا أيضا أشار الناقد الرياضي الكبير الأستاذ عصام شلتوت في حوار سابق معنا على شاشة قناة الأهلي إلى أننا بصدد تجربة متكاملة في التوأمة وانتقال اللاعبين بين البلدين الشقيقين في بورصة كرة القدم وفي بورصة الانتقالات في عالم كرة القدم، وبدأت بانتقال مجموعة من نجومنا إلى الدوري وإلى الفرق المشاركة في الدوري السعودي. كيف تقيم تجربة النجوم المصريين وبخاصة بشكل خاص مثلا نجمنا نجم النادي الأهلي والكرة المصرية مؤمن زكريا الآن في السعودية، وهل نتوقع على الجانب الآخر قريبا وجود لاعب أو أكثر من اللاعبين المتميزين في المملكة العربية السعودية هنا في الدوري المصري؟ خليني اخذ الشق الاول. انت تتكلم على يعني اذا استثنينا اللاعبين البرازيليين، طبعا هم اللي يتربعون على قمه التواجد في الدوري السعودي، يعني 23 لاعب برازيلي في الدوري السعودي، يجي بعدها على طول اللاعبين المصريين. نعم 12 لاعب مصري في الدوري السعودي، واذا رجعنا للتاريخ من ايام اشرف قاسم وبركات اسلام الشاطر وغيرهم من النجوم، هو امتداد. يعني انت لاحظ الان 12 لاعب في الدوري السعودي، إذا أخذنا فقط بس التعاون في 3 لاعبين مصريين، طام الحضري، عماد متعب، مصطفى فتحي، يعني احنا عندنا 6 أجانب يلعبون أساسيين في التشكيلة، نصف الفريق هذا الأجانب أو ما قدرت أنهم أجانب، هم طبعا من العرب اللي هم المصريين. نعم. هذا دليل على تأثير اللاعب المصري، تواجد اللاعب المصري. عندك شيكابالا الحين خامس هدافين الدوري بيلعب في الرايد، عندك لاعب مصطفى فتحي، يعني عندك قوة منافسة. يعني انا اقدر انا اعيش الدوري السعودي، اللاعبين المصريين ميزتهم التاقلم السريع ومع اي ظروف لاي انديه لاي دوري، وهذه ميزه. نعم. يعني ميزه قويه جدا. يعني واذا رجعنا حتى للاعبين في تجارب، يعني عندك حسام غالي، عندك عماد متعب شاركوا في مع انديه النصر والاتحاد وعادوا. نعم. مره اخرى الى الدوري السعودي، يعني هذا يدل على قوه وتاثير اللاعبين المصريين في الدوري السعودي. والجزء الثاني، هل تتوقع وجود لاعبين سعوديين في الدوري المصري قريبا؟ يعني انا اعتقد انها بنسبه اقل، لكن ممكن مع العلاقه القويه هذه يعني يمكن يكون، لان التجربه بتكون مفيده للاعب السعودي. ليش؟ سبب بسيط، طبعا الكره المصريه والافريقيه بشكل عام كره قويه، وهو ما يحتاجه اللاعب السعودي. اللاعب السعودي يتميز نوعا ما بالمهاره، ولكن البنية الجسمانية أقل، فلما يكون هناك احتكاك ويكون هناك خوض تجربة قوية في دوري مثل الدوري المصري، أعتقد أن العائد بيكون إيجابي جدا للاعب السعودي. ومع العلاقة القوية هذه والتبادل الاستثماري والفني والإداري، هذا يسهل المهمة ويسهل الأمر. نعم جدا. نعم. بشكل كبير جدا. أشكرك جدا على وجودك معنا، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا في هذا الحوار، الزميل الصحفي الأستاذ عبد الرحمن مشبب الصحفي بجريدة الرياضية السعودية، شكرا جزيلا لك. وأعود إلى ضيفي نجم الكرة المصرية والناقد الرياضي الكبير ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم سابقا كابتن عصام عبد المنعم. قبل ما نرجع لحديثنا الرئيسي، تعقيب حضرتك على ما أشار له الأستاذ عبد الرحمن. كابتن عصام، طبعا مسألة الاحتراف وتبادل اللاعبين مسألة يعني لا يمكن توجيهها، ولا يمكن يكون هناك اتجاه إلى أنك تستخدم لاعبين من بلد، أو أنت عايز تقوي مسألة التبادل. المسألة دي مش موجودة في عالم الاحتراف، لأنه قرار فني بحت بحت منفرد لكل نادي على ضوء ظروفه وعلى ضوء احتياجاته الفنية. فهي بس هي ما بيفكرش في الجنسيه بقى دلوقتي، لما بيفكر في البادجت، بيفكر في ميزانيته. ما هو مش هيجيب رونالدو مثلا، يعني ما هو كل واحد بيفكر انه يدعم فرقته
بلعيبه تضيف له فنيا وفق ميزانيته المتاحه. وفق ميزانيته، وفي نفس الوقت هو مقيد باذا كان البلد بتحدد عدد الاجانب، وكلما تقدمت الكره في البلد بينتهي او بيقل القيد على انك تاخد اجانب، لانه يعني بتشوف دلوقتي الدوري الانجليزي، احنا لسه متفرج على الماتش بتاع ليفربول ملوش حد اقصى. يعني الفرقه اللي بيلعبها ليفربول فيها ساوثهامبتون، ساوثهامبتون فيها ثلاثه انجليز، ثلاثه انجليز في التيم في ال11. بس هو هنا وصل لمستوى فني وبدني وتسويقي للمسابقه وللاعبين مخليه مش خايف، مش عامل اجراءات حمائيه خلاص. لا، ما هو ما فيش حمايه، لان هو كمان عنده درجه، عنده اربع درجات، درجه اولى ثانيه ثالثه رابعه، وكلهم محترفين غير الهواه، وعنده لعيبه من عنده انجليز محترفين بره. هي المساله ما بقتش دلوقتي بقى النادي بياخد قراره على حسب احتياجاته، على حسب الميزانيه بتاعته، لكن المنتخب بيبص للسكوب. يعني لعيبه مصر لما تبقى بره المدرب هيشوف كل اللعيبه اللي موجوده، ومش بس اللي في الدوري المصري. فلكن من مصلحه الكره المصريه مزيد من الاحتراف، بس مزيد من الاحتراف في دوريات افضل من الدوري المصري. لكن حضرتك لما انا سالت الاستاذ عبد الرحمن عن توقعه لامكانيه انتقال لاعبين او مشاركه لاعبين سعوديين في الدوري المصري، اعتقد ان حضرتك كان الانطباع اللي انا شفته يعني انه معناه انه مش متوقع، ده مش متوقع كثره تجربه وجود لاعبين سعوديين. برافو عليه، برافو عليه. هو يعني لا، قصدي ده راي حضرتك. هو كمان ما عندوش الشوفينيه توقع، او ما عندوش انه يعني احساسه الوطني يغطي على احساسه المهني. ما هو اصل انت بتتكلم بواقعيه، بتتكلم بواقعيه. وما فيش بلد، طب السعوديه متميزه عن البرازيل في كل حاجه، في كل حاجه. انما في الكوره البرازيل متفوقه، ما فيش مشكله. يعني ايه، كل بلد عندها عناصر التفوق، فده ما يخليكش تبقى مكسوف او ان انت خجلان ان انت ما عندكش لعيبه تتصدر، ان انت بتستورد، او ما فيش مشكله، انت عندك حاجات تانية بتتصدر اهم. فيعني ايه العقدة دي مش موجودة. المهم ان انت تعمل مسابقة قوية تخلي الناس تستمتع، وتخلي الايرادات تيجي، والاندية تنتعش. وقد يكون كمان كابتن عصام غير البعد الفني احيانا فارق العملة بين دولة واخرى يخلي انتقال لاعب للدولة اللي عملتها قيمتها اعلى في مواجهة العملتين أسهل له، لأن عقده هيكون وحجم التعاقدات في الدولة دي هيساعد على قيم مالية أعلى، فممكن يكون الاتجاه لذهاب اللاعب المصري إلى السعودية يفيده ماديا في فترات قصيرة أكثر من انتقال اللاعب السعودي للدوري المصري. هو العنصر المادي ده عنصر منفصل وتالي في الأهمية. الأهمية هي القيمة الفنية للاعب، الاحتياج الفني. نعم، يعني هل المستوى الفني بتاع الدوري ده يستحق ان انت تجيب مثلا رونالدو يلعب في الدوري المصري؟ افرض انا معايا فلوس النادي الاهلي مسكه ملياردير كبير قوي ودعمه ماليا، بقال انا مستعد اصرف على كل الصفقات. هيفضل برضه الاحتياج الفني او المعايير والقرارات الفنيه هي الاولويه. بالظبط، فهي هو مستوى المسابقه لا يمكن التحكم فيه، وزي ما احنا بنجيب من الاحسن مننا برضه اللي اقل مننا شويه بياخد مننا. نعم. وهكذا. طيب هنشوف التقرير ده مع حضراتكم، نسمع راي الكابتن عصام عبد المنعم بعد متابعه التقرير عن ثلاثي الهجوم اللي بيأدي موسم وتجربه اكثر من رائعه في النادي الاهلي، واللي بيضع النادي الاهلي ايضا وله دور كبير جدا في حاله التفرد بالقمه والفارق الكبير واتساع النقاط مع اقرب المنافسين ازارو السعيد وايضا اجايي ودورهم الفني وادائهم وحجم الانجاز اللي بيحققوه مع زملائهم ومع الجهاز الفني هذا الموسم. نشوف مع بعض انه صاحب امكانيات عاليه جدا وتوقع منه الكثير، ووليد ازارو يؤكد صحه وجهه النظر او هذه الرؤيه. تعليق حضرتك على هذا التقرير وعلى امكانيات واضافه الثلاثي للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي وازارو تحديدا. هو انا بسميهم 3 ايه، ازارو واجاي والسعيد، هم الثلاثه ايه يعني. طبعا الهداف ده يعني بيتولد هداف، بيتولد في الملاعب يعني هداف، وفي بقى في حد ما يعني حاسه التهديف مش موجوده، دي حاسه. فالنادي الاهلي الحقيقه محظوظ بانه عنده هدافين سوبر،
وعندهم الإحساس بالجول وشايفين الجول بظهرهم. يعني أجاي ده بيشوف الجول بظهره. يعني أرجو إنه الناس دول يقعدوا في النادي فترة طويلة، لأنه أعتقد إن هتجيلهم عروض يعني لا يمكن رفضها. على فكرة ما فيش حد ما بيتباعش، يعني ما فيش حد يعني في الدنيا كلها كده، دي في قاعدة، ما فيش حد ما بيتباعش بالثمن المناسب. يعني أنت عايز تشتري رونالدو، كريستيانو رونالدو، أبيع لك بس هدي لك ثمن، لو قدرت عليه خده، بس كل واحد يتباع بالثمن المناسب. النادي الاهلي عنده فاليوبل بلاير، يعني عنده لعيبه ذات قيمه وفي كل المراكز. النادي الاهلي عنده الحقيقه حكمه في التجديد. يعني في فرق بدون ذكر اسماء، يعني شوف فرقتها مثلا من 3 اشهر، شوف فرقتها دلوقتي فرقه تانية خالص، يعني بيجابعوا له تجديد شهري في اللعيبه، فاللعيبه ممكن ما تبقاش عارفه اسامي بعض من كتر التغيير اللي بيحصل. لكن انت عندك ستابيليتي، في استقرار فني بيبقى نابع من استقرار الاعمده الرئيسيه بتاعتك. اضافات محدوده بس مهمه ومؤثره، يعني اضافات للقوام الرئيسي للفريق في اضيق الحدود، الا يعني من سيضيف لهذا الكيان او لهذا الفريق. شوف التشكيل الاساسي التشكيل الاساسي اللي هو 18، اللي بالك التشكيل الاساسي مش 11، التشكيل الاساسي 18، وتدوير اللاعبين وارد باستمرار. التشكيل الاساسي ده على الاقل بيبقى عندك من بين ال 18 دول 14، او من 12 ل 14 دول يبقوا ثابتين، وتقدر تغير في الباقي. يعني تقدر تغير على مدار الموسم، لو جالك بيعه كويسه بيع. فانما هي مساله الحفاظ على شخصيه الفريق وعلى الاعمده الرئيسيه والباك بون بتاع الفريق. دي احنا جالنا خبر عاجل يا كابتن عصام انه المهندس فرج عامر رئيس مجلس اداره نادي سموحه اعلن على صفحته الخاصه استقاله الكابتن طلعت يوسف المدير الفني للفريق وقبول مجلس الاداره لاستقالته. يعني ده خبر عاجل وصلنا الان. لو حضرتك حابب تكمل اجابتك الاول او تعقب على الخبر الاول كما تشاء. لا انا صديقي المهندس فرج عامر، صديق العمر، يعني مهندس فرج عامر، وبرضو معلومة خاصة بالبرنامج، المهندس فرج عامر أثناء دراسته في كلية الهندسة كان في فريق ألعاب القوى بتاع النادي الأهلي، كان بيلعب جري، كان لاعب ألعاب قوى في النادي الأهلي. فدي دي معلومة يعني بتدفع فيها فلوس. طيب احنا لو جات لنا تفاصيل أكتر أو لاحقا ممكن نعاقب على هذا الخبر لو وقتنا اتسع، لكن نكمل كلامنا عن الكيان أو الحفاظ على الستراكشر أو البناء الرئيسي والأساسي للفريق زي ما حضرتك بتتكلم عنه دلوقتي في الأهلي. فهي المسألة دي بيتم مراعاتها جدا في بالنسبة للنادي الأهلي، عشان كده النادي الأهلي أكثر الأندية استقرارا. نعم. في النواحي الفنية التغييرات بتبقى محسوبة، وبيبقى عندك في كل مركز عندك انت نمرة 1 ونمرة 2 ونمرة 3، ونمرة 3 ده غالبا بيبقى تحت السن. لكن إدارة فرق المحترفين ما يصحش انه يعني برضو أرجو ان ما يكونش ده فيه إسقاط على أندية أخرى. إدارة فرق المحترفين ما تجيش بقرارات من مجلس الإدارة. مجلس الإدارة حتى في النادي الأهلي، حتى في النادي الاهلي لما يبقى رئيسه صالح سليم او رئيسه محمود الخطيب لا يتخذ قرارات فنيه. انما ممكن يبقى صالح سليم او محمود الخطيب في لجنه فنيه هي اللي بتتولى، وده اللي حاصل في النادي الاهلي حاليا. ده الشكل السليم. انما انه 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 مجلس الاداره او رئيس النادي اللي هو ملوش علاقه بالرياضه ولا ناخد قرارات ويبيع ويشتري، بتحصل ربكه في الفريق. نعم. شخصيه الفريق وملامح الفريق بتبقى مشوهه. عندنا اسئله كتيره جدا في وقت قليل جدا متبقي، فحمشي سريعا بهذه الاسئله واطلب من حضرتك تجاوب عنها في اسرع وقت ممكن. هنرهقك معانا في الجزء الجاي من الحوار يا كابتن عصام. ليه دايما كنت اول اختيار عندما تحدث ازمه ونحتاج الى مسؤول يدير فتره انتقاليه او فتره مضطربه في الوسط الكروي، كان دايما اسم الكابتن عصام عبد المنعم هو اول اسم يتم اللجوء اليه كرئيس للاتحاد الكروي؟ يسأل بقى الوزراء والمسؤولين اللي خدوا القرار ده، انا يعني ما مش هقول يعني، انما كنت بحاول ان انا اطبق التعليم اللي اتربيت عليها في النادي الاهلي وفي بيتي من اسرتي يعني ومن اسرتي الكبيره في النادي الاهلي.
انه الحق حق ان يتبع، وده كان بيساعد على تكرار التجربه اللي كانت الامور بتستقر في الوقت اللي حضرتك بتتولى فيه الامور. كانت الامور بتستقر بس ما كانش حد يقدر يستحملني فتره طويله مع ان الناس مش متعوده على الطريقه دي. اه فبتبقى فتره قصيره 3 4 مرات يعني تحصل. ليه لم تذهب او ليه حضرتك قررت عدم خوض انتخابات اتحاد الكوره؟ لا هو انتخابات اتحاد الكوره يعني دي كانت مرحله يعني في الواحد بيقسم حياته لمراحل، تشبث بمرحله معينه واستمرارها اكتر من اللازم ما بيكونش في صالح التاريخ الشخصي يعني، وبعدين شايف ان هاني ماشي كويس، وهاني برضو اتربى معانا اتربى يعني انا كنت رئيس كان مرتبط بالكيان في الوقت ده وكان عضو مجلس كان رئيس منطقه بورسعيد وكان بيجي ممثلين للمناطق في مجلس الاداره، فهو جه واشتغل معانا يعني في المجلس وانا كنت رئيسه وكان مبشر انه هيبقى قياده كويسه. طيب حضرتك لك تجربه مع المنتخب الوطني الاول لكره القدم عام 90 في نهائيات كاس العالم، كنت منسقا للمنتخب الاول، شايف ازاي اهميه الفتره دي معسكر سويسرا القادم واللي بيعلن عنه من خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء القادم للشركه المنظمه لهذا المعسكر وللمباريات الوديه اللي هياخدها منتخبنا الوطني، شايف الفتره الاخيره او اللمسات الاخيره كيف تراها لاستعدادات منتخبنا لكاس العالم؟ مش هنقدر نقارنها باللي احنا كنا بنعمله، كل وقت كان مختلف لان الجوهري ساعتها طلب ايقاف النشاط ووقفنا النشاط والمنتخب كان متفرغ لجولات ومباريات داخل مصر وخارج مصر، موسم خلص يعني موسم اتلغى. دلوقتي انت مش هتقدر تعمل كده عشان الاحتراف والكلام ده. يعني انا الحقيقه ما يعني ما مش معجب قوي بالمدرب بتاع المنتخب كوبر الموجود. ليه؟ يعني قراراته الفنية عليها يعني مآخذ كثيرة جدا، إنما هو محظوظ بأنه عنده مجموعة من المحترفين شديد. هل تقصد هنا قراراته الفنية بمعنى اختياراته للأسماء اللي بيضمها للمنتخب لا أو لا 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 اللي بتبدأ المباريات كتشكيل أساسي ولا إدارته للمباراة نفسها؟ إدارته للمباريات إدارته للمباريات. فنتمنى أنه يعني نكون إحنا يعني مش على حق وهو يكون على حق، لأنه في النهاية منتخب مصر يعني. وفي ناس بتتكلم او بتضم صوتها لصوت حضرتك في الجانب المتفق فيه مع هكتور كوبر المدير الفني المنتخب بانه بالارقام حتى لو اختلفوا معاه فنيا في الرؤى او انتقادوا اسلوبه او شكل اداء الفريق وقراراته بالتغييرات خلال المباراه نفسها، لكن بيقولوا الارقام هي المعيار الرئيسي للحسم وهو يسير جيدا وفقا للارقام، هل تتفق معهم ام تختلف؟ لا هو اصله ما حدش هيقدر يقول انه المدرب هو اللي بيكسب او بيخسر الفرقه. طب مسكه بوركينا فاسو وخليه يروح بيها كاس العالم يعني، وعنده لعيبه وعنده منتخب محترم جدا وعنده لعيبه عندها خبرات دوليه محترفين خارج مصر ونجوم يعني، فهو ما بيعملش معجزه يعني. طيب هل حضرتك متوقع ان نتخطى الدور الاول او بما خلي السؤال مفتوح اكتر ومتاح فيه كل البدائل، ما الذي تتوقعه لمنتخبنا الوطني ان شاء الله في روسيا في 2020؟ لا مجموعتنا صعبه احنا بس نرجو ان احنا نعمل ماتشات كويسه في الدور الاول يعني، مجموعتنا صعبه والتقدم فيها للدور الثاني صعب. يعني حضرتك لا تميل الى التوقعات الاكثر تفاؤلا اللي بتقول هنعمل مفاجاه مقارنه بمشاركتنا اللي فاتت اللي خرجنا فيها بعد يعني انا مش عامل توقعات لوتريه انا حسابات يعني حسابات. لا الاقرب لرؤيه حضرتك فنيا يعني الاقرب ان احنا ان شاء الله نعمل ماتشات كويسه نتمنى ذلك، انما احنا مش هنصعد للدور الثاني. لا تتوقع الصعود للدور الثاني. طيب تجربه نجم الكره المصريه وصاحب تجربه اراء كثيره بتقول انها الانجح على الاطلاق في مشوار اي لاعب مصري خرج الى القاره الاوروبيه، محمد صلاح شايف تجربته ازاي؟ تجربة صلاح الحقيقة يعني شيء يدعو للفخر لكل واحد منتمي لأسرة كرة القدم، لأنه الحقيقة شخصيته تتوازى في تفوقها مع موهبته، ولذلك هو الحقيقة يعني عنوان ودعاية لمصر والكرة المصرية شيء محترم جدا. اهم حاجه فيه السلوك الرياضي اللي هو يعني لا يعترض ولا يعمل انفعالات زياده ولا طرف في مشكله، اداء فني راقي جدا. مساله مش محمد صلاح سبرينتر يعني يكسب سباق 100 متر، ده كنترول الكوره بتاعه مش موجود في كتير من لعيبه العالم الاوائل، يعني عنده بول كنترول في مسافات ضيقه
هايل جدا، قدرته على المراوغه، دقه التسديد، لو اضطر يلعب برجله اليمين بيلعب برجله اليمين صح، تايمينج بتاعه حتى بدا يغير من نفسه ويكتسب خبرات اكتر يا كابتن عصام، يعني بدا يلعب بطريقه بامكانات عاليه في مراكز ما كانش متميز فيها لما بدا تجربته الاحترافيه، يعني كان بيلعب دايما على الاطراف اكتر، دلوقتي حتى دور البلاي ميكر او انه يهدف من المنطقه دي المواجهه للمرمى بقى اداؤه فيها اكثر ثقه بكتير. هو غالبا يا بيلعب راس حربة يا بيلعب طرف يمين. بس هو المدرب بيديله الحريه، يعني بيديله الحريه انه يلعب في الثلاثه المهاجمين اللي قدام، بيتحرك في اي منطقه في الجزء ده من الملعب، وده شيء بيساعده، والمدرب ذكي جدا انه بيديله الحريه دي. شايف ان اللاعب ده الامكانيات اللي عند محمد صلاح تخليه اكثر احتياجا الى تحرير ادائه في الملعب في المساحه دي. صلاح يعني انا نفسي وارجو ان ده يحصل قريب انه يبقى موجود في ريال مدريد او برشلونه في الموسم اللي جاي ان شاء الله، لانه مع يعني كل ما اللعيب كويس لما تكون الفرقه كلها فيها لعيبه كبار ونجوم هو بيزيد اكتر، مش العكس، مش ان هو يبقى باين في وسط لعيبه نص نص، لا ده هو لو في وسط التوب ستارز دول بتوع برشلونه وريال مدريد هيزودهم وهو هيزيد جدا. فيعني هو ده مكانه، يعني ارجو انه اذا ما كانش السنه دي يبقى وشايفه يستحق ده فنيا في الفتره دي انه يقدر خلاص يؤدي بشكل كويس في الفريقين دول اللي هو خلاص قمه انديه كره القدم في العالم. حضرتك لو عملت منتخب العالم لا يمكن تتجاهل محمد صلاح. عظيم، نتمنى له طبعا كل التوفيق، وزي ما قال الكابتن عصام عبد المنعم هو تجربه مشرفه للرياضه المصريه ولكره القدم المصريه، وامر طبعا فيه دعايه لمصر وللمجتمع المصري وللرياضه المصريه بشكل عام. اخيرا هختتم مع حضرتك برايك في الاتحاد الحالي لكره القدم، كيف ترى اداؤه خاصه في الاعداد لكاس العالم والتحضيرات الخاصه بالاعداد لمنتخب مصر قبل الذهاب الى روسيا 2018، هل اجابه حضرتك عن رايك في خبرات المهندس هاني ابو ريده بتحمل ضمنيا رضا عن اداء اتحاد الكره في الفتره دي ككل، ولا بتفصل بين الامرين؟ لا هو انا طبعا انا عندي ثقه كامله في مجلس اداره الاتحاد وفي الكوادر الموجوده فيه في ان هم هيعملوا احسن حاجه بالنسبه للمنتخب، وده شيء الحقيقه يعني انا واثق منه تماما، وهيوفروا كل ما يمكن ماديا وفنيا وكل حاجه. انما على مستوى الدوري المصري انا باخد على الاتحاد التاخر في مسألة الجماهير، وانه هو كان لازم الفترة اللي ما فيش فيها جماهير دي الملاعب تكون بتدرس والحاجات اللي ناقصة فيها تتعمل امنيا، وانه 25% من ساعة المدرجات ده اقل عدد ممكن 25%، انما الارقام الهزيلة حضرتك مش راضي عن رقم 300 متفرج، هو دلوقتي في 500، ما هو الناس بتقول ان ده اللي موجود ولا مش يعني وبعدين هتطبع تذاكر ل 300 واحد وتبيعها لهم، يعني مسألة فيها هزل، فيها كثير من الهزل. يعني انا شايف انه يعني ربع ساعة المدرجات تبقى يعني كحد ادنى للبداية، كحد ادنى للبداية، يعني لو الاستاد بياخد 60,000 احط 15 مقسومة على الفريقين متاح يعني بالزبط. هنا 7,500 لمشجع الفريق ده، اذا كنت ضعيف في الحساب مش هتعرف تقسم 15 خليهم 10 5 و5 كده اسهل. بس حضرتك شايف انه ده هيدي روح، هيدي وجود، احساس بوجود جماهيري حقيقي في الاستاد؟ طبعا. نعم. اصله هي المساله كمان مرتبطه بان انت لعيبتك، صحيح ما عندناش كتير قوي دلوقتي لعيبه منتخب في الدوري المصري، لكن اللعب وسط الجماهير ده شيء مهم جدا. اكيد الرد الفعل السريع للعبه بتاعتك، للاخفاقه، للترقيصه، للشوطه، الهال مع كل الكلام ده شيء مهم جدا، لان انت هتلعب في اجواء بالشكل ده، فما انا حطك في حضانه وبعدين هطلعك. يعني حضرتك شايف انه مؤثر على اللاعبين غياب الصوت ده والصدى ده وردود الافعال الجماهيريه دي مؤثره جدا سلبا على اداء اللاعبين في الملعب؟ بالتاكيد مؤثره كمان على قدرته على التعامل النفسي مع الظروف المعاكسه، يعني انت لما تبقى جمهور ضدك هل هتتلخبط؟ مش هتعرف ولا هتقدر تمسك نفسك لغايه اما تعوض؟ يعني دي مساله كلها قوه الاحتمال يعني ده فيها.
اسعدتنا جدا بوجودك معانا النهارده يا كابتن عصام، ولسه في قضايا كتير ان شاء الله نستمع الى رؤيتك بشانها في الفتره الجايه، ويستمر الحوار معك دائما ابدا نسعد بوجودك معنا على شاشه قناه الاهلي. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا. نشكر نجم النادي الاهلي سابقا والرئيس الاسبق للاتحاد المصري لكره القدم والناقد الرياضي الكبير الكابتن عصام عبد المنعم، كان ضيفا علينا في فقره من فقرات الاهلي في كل مكان. فقراتنا مستمره، فاصل ونعود، وهيكون معنا في الاستوديو كل من الناقد الرياضي الكبير الاستاذ جمال الزهيري والناقد الرياضي الكبير الاستاذ عصام شلتوت. ابقوا معنا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. الجزء الاخير النهارده، اخر لقاء في هذه الحلقه من حلقات الاهلي في كل مكان، هيكون مخصص للحديث عن الكثير من القضايا الرياضيه. اجتماع الاتحاد المصري لكره القدم مع المسؤولين في انديه الدوري الممتاز وفي مقدمتهم النادي الاهلي المصري، القرارات الخاصه بعوده الجماهير، 300 مشجع لكل فريق في كل مباراه، فضلا عن كل ما يتعلق من امور بترتيبات تامين المباريات وتجهيز ارضيه الملاعب والاستادات، فضلا عن كل ايضا ما يمكن ان يدعم عوده الوسط الرياضي ونشاط الرياضي بكامل طاقته بالشكل الأمثل الذي يحافظ على سلامة واستقرار الجماهير وأمنهم، وسلامة واستقرار وأمن هذا المجتمع المصري الذي بالتأكيد يهمنا جميعا استقراره وأمنه وسلامته وعودة كل الأمور فيه إلى سابق عهدها بأفضل شكل ممكن وأفضل إن شاء الله. ضيوفنا في الاستوديو الناقد الرياضي الكبير ورئيس القسم الرياضي بجريدة أخبار اليوم الأستاذ جمال الزهيري. أهلا بحضرتك أستاذ جمال، وبقالي فترة ما تشرفتش بوجود حضرتك معنا. شرف ليا طبعا. يسعدنا وجودك جدا معنا في هذا اللقاء. شرف ليا طبعا أستاذ محمد، ربنا يخليك. موجود معاك وبقول لك الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، ربنا يخليك. سواء هنا أو في التلفزيون المصري إحنا معاك. ربنا يخليك، بنسعد بيك دايما يا أستاذ جمال. ربنا يخليك. ويسعدنا أن نرحب أيضا بالناقد الرياضي الكبير ورئيس التحرير التنفيذي لصحيفة اليوم السابع الأستاذ عصام شلتوت. أهلا بحضرتك يا أستاذ عصام. لا ولا أستاذ، ربنا يخليك. إحنا اللي سعداء وجود حد محترم وحاجة تشرف. كالعادة كل ما اجي اقول لك عود حميد. ربنا يخليك، من ذوق حضرتك يا استاذ الاهلي. وسعيد اكتر طبعا، واخويا الكبير مقاما قبل سنا كمان جمال الزهيري، حاجه جميله ان شاء الله. اكيد بيسعدنا طبعا وجود الاستاذ جمال. الجمهور اللي بيتابعنا يبقى يستمتع باللقاء ده باذن الله. ربنا يخليك. اخبار كتير، موضوعات كتير، اسئله اكتر. اجتماعات النهارده تمت، كيف ترى هذا الاجتماع وما نتج عنه بين اتحاد الكره وانديه الدوري الممتاز؟ طبعا بداية الاجتماع اتخذ قرارات كتير مهمة، يمكن في مقدمتها اللي هو القرار الخاص بعودة الجمهور، بس الحقيقة انا كنت بتوقع انه يبقى القرار يعني مفتوح شوية اكتر من العدد. لكن بس العدد المحدد في الدوري 300 طلب 500 وقالوا احتمال يبقى في عودة للأمن، لكن وقف الكلام عند 300 أكيدة يعني، بالإضافة لل 75 اللي هم قبل اللي من ضمنهم المجلس والمنظمين وكذا. مظبوط، هي تجربة. أنا بقول إنه أما الكاس بس عشان تعليق حضرتك يبقى على الكامل، مفتوح على مسؤولية الكاس مفتوحة عدا مباريات الأهلي مع الزمالك الاسماعيلي، يعني مباريات شعبيه قوي. الامن بقى يقول عن حد كام. انا ليه بقى بقول يعني وجهه النظر ان انا كنت متوقع اكتر من كده، لانه خلاص احنا خدنا وقت كفايه قوي في يعني غياب الجماهير، واعتقد ان احنا في خلال السنين اللي فاتت دي قلنا كل ما يمكن ان يقال بشان عوده الجماهير، فكان يجب على الانديه واللي عنده الملاعب يعني المسؤولين في الملاعب خلال السنوات اللي فاتت انهم يكونوا النهارده مستعدين اكتر. لكن بما ان انا مؤمن بان عوده الجمهور ليست قرار الانديه ولا اتحاد الكره لوحدهم، ده قرار في جانب امني مهم جدا، فبقول انه برضو بالتشاور اكيد الامن راى ان العدد ده مناسب، وبالتالي انا بقول ان هو بدايه. طب قبل ما تبداوا هذا الحوار مباشره، الكابتن عصام عبد المنعم كان بيقول انه في تصوره كان اقل تقدير هو 25% من ساعه الاستادات كبدايه الدوري الممتاز. حضرتك شايف ايه؟ انا عشان كده بقول لحضرتك انا توقعي حتى لما اعلن من قبل انه الجمهور هيرجع مع بدايه الدور الثاني، انا توقعي انه كان هيبقى بنسبه كبيره. طب عايز اتوقع استاذ عصام وارجع عبد المنعم، توقعك كان ايه يا استاذ عصام قبل القرار؟ بنسبه كبيره الموسم ده ولا الموسم اللي لا هو كانوا مع بدايه عوده الجمهور في الدور الثاني، انا توقعت هيبقى العدد اكبر
من ال 300 او 400 توقعت 5000 مثلا لكل فريق الدوري مثلا 2000 3 يبقى في تجربه حقيقيه جماهيريه لمدى قدره الجمهور على التصرف بشكل رياضي وايضا القدره على التأمين السيطره عليها ومواجهه اي مشكله لو حصل اه هي دي الفكره بس لكن كبدايه انا بقول برضو انه احنا خارجين عارف زي المريض اللي يعني اللي بيتعافى يعني فتره النقاهه اي خطوه للاحسن بالظبط يعني لو خدناها بشكل تدريجي طب انا عايز اخد كمان توقع الاستاذ عصام حضرتك بس المفاجاه ان 70% تقريبا من الانديه ويعني ما تستغربش ما تستعجبش لا ما كانتش عاوزه ليه اوعى حد يقول لك يا استاذ محمد او جمهورنا العظيم الكريم انه علشان خشيه ان النهو والناس لا عشان هم مش قادرين يبطلوا لا بلا بلا وانه يعترضوا هم واجازتهم الفنيه واحتياطيهم وكذا خلينا صراحة كده والجزء الاخر عدم المحاسبه حضور الجمهور وهو المفتش العام والمراقب العام والشريك الاصيل للجمعيات العموميه في الرقابه هيخليهم يقولوا حاجات ليست سباب ولا خروج عن الاداب لا هيخليه يقول حاجات واحنا ليه تقولوا لنا دي ضرب الجزاء واحنا مالنا ما تجيبوا ضرب الجزاء من اللي بتتحسب ليه تقولوا لنا الجون ده وحش وهذه هي واحده من مبادئ يعني النادي الاهلي لما يجي حد يقول اصل الجون ما اتحسبش يقول له عايزين اجوان يتحسب حضرتك مش هنسمع الكلام ده وبالتالي حتى في المؤتمرات الصحفيه وزي دايما ما بيلح علينا ان ننتقد فصائل اخرى خلينا نقول كمان ان جزء من الاعلام حتى هو نفسه يسال اسئله بعيده عن المتناول زي احيانا لعبت 4 4 2 ليه مش 4 6 6 او بدلت ساز او كابتن او محمد الجندي الاعلام لا تعرف حتى نجوم الكره وبالتالي يقول لك لما بيجي مدرب لسه جديد علينا يقول لك وحضرتك مدرب انا المدرب انا المسؤول فاحنا نعتبره مارق وخارق ورجل لا يعرف في التادب بينما بره الاله اللي شبابنا اللي عايزينه بقى يعيش الحاله دي اصلا بره لما بيسال مجازا سؤال هتعمل ايه بعد الهزيمه الليله يقول لك عندنا الدش ثم العشاء ثم نعمل غدا عارف لو قال هنا كده يفكروا بيتريق عليه انا ابتسمت ان حضرتك فكرتني بواقعة حصلت في يوم من الايام كنت في العربيه ماشي وبسمع مباراه للاهلي وقت ما كان مانويل جوزيه والمدير الفني وكان معاه احمد عبده المترجم واعلاميه زميله سالت سؤال باللغه العربيه وترجمه المترجم بتقول له خرجت اللاعب فلان ليه ونزلت اللاعب علان ليه فمستر مانويل اتكلم انا مش فاهم اللغه اللي بيتكلمها طبعا بعد ما خلص احمد عبده ترجم قالها بيقول لحضرتك يا مدرب انت المدير الفني بينزل اللعيب اللي انت عايزاه هو ده بيرد على حضرتك قلت له بيرد على فكره لا فيها سخريه ولا هو راجل بيقول ده شغله على ذكر يعني. مانويل واحنا موجودين في نادي وادي دجله حين تنصيبه مشرفا او متابعا لحاله ناشئي دجله عندما قام اسلام الشاطر بطلب توجيه سؤال قال له طب انا رديت على دول اعلاميين كان فاكر بعض الوجوه يعني انما انت بتسال ليه؟ ده مؤتمر صحفي مش فني قال له ما انا اشتغلت شويه ميديا يعني هنا حضرتك عايز الاجهزه الفنيه والمحتكين بمجال كره القدم واللي بيكونوا جزء من المؤتمرات يبقى اسئلتهم في في اتجاهها المطلوب دي حاجه كل واحد يسال في تخصصه بالظبط نروح بقى علشان ما هو دي استثاره كل ده بيعمل استثاره منشط بكره يعمل استثاره كاعلام وصحافه ومن ثم تعليق ومن ثم بقى فكره ان انت تجري على اللاين مان وانت راجل في الجهاز ازاي يا راجل ما بتحصلش في الدنيا بحالها او تلغي المؤتمر الصحفي لان حضرتك النهارده مهزوم فمش عايز تتكلم الاعداد بقى الاعداد اولا الدوله والحمد لله وكنا بنهيب بيها ان تطلق فكره الجمهور اعلنت في ظل حتى ما يحيق بمصر واللي الحمد لله مش هيجيب نتيجه بعون الله لكنها تمتلك الاراده الان لعوده الجماهير لكنها ادت العيش لخبازه ومن ثم اتحاد الكره في موقف يشكر عليه لانه كمان وهي لقناه الاهلي ولحضرتك طبعا الفيفا والكاف كان يفكر خلال شهر مضى في سحب المباريات الجماهيريه من مصر مش عشان مصر مش ام الدنيا ولا مش امان بالعكس بالعكس ده هم اللي بيقولوا مصر امنه والدليل كانوا بيسمحوا لنا بماتشات حتى بدون جمهور لكن حرصا على الصناعه التسويق الملعب ان كل مباريات الديربي في كل بلاد العالم تبقى لها جمهور الذي يجلب المدخول الحقيقي لكره القدم وبالتالي لما رفع انا بوريدا والذين معه الامر عند نقط عارفه يعني ايه مصر لازم تبقى محاطه بهذا الكم من الاهتمام في كل مناحي الحياه
تم إعلان الموافقة، وهو بقى الدولة مشاركة مع ما يسمى بقوات إنفاذ القانون قررت أنها تعمل الموديل اللي نفسنا بتوع الكرة يعملوه. طب هرجع لحضرتك من الخارج والداخل شركات خاصة. طيب معانا على الهاتف المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم اللواء ثروت سويلة. سيادة اللواء مساء الخير. مساء الخير، ازي حضرتك؟ أهلا بحضرتك. ومعانا في الاستوديو الأستاذ جمال الزهيري والأستاذ عصام شلتوت، وبنتكلم عن الاجتماعات اللي تمت بين المسؤولين في الاتحاد والمسؤولين في أندية الممتاز. يا ريت حضرتك تقول لنا لماذا استقر القرار الخاص بهذه المرحلة على أن يعود الجمهور لمباريات الدوري، ولكن بهذا العدد اللي تم تحديده ب 300 مشجع فقط لكل نادي في هذه المرحلة؟ طبعا تحياتي للأستاذ جمال والأستاذ عصام شلتوت. أهلا بيك. أهلا بيك ست اللواء. الله يخلي حضرتك. اولا ما كانش الاجتماع ده مخصص بس عشان نقول ان جمهور في 300 متفرج هيكونوا في ماتشات الدوري الممتاز. احنا اساس القصه كلها ان في توجه، احنا من اول ما الكابتن هاني ابو ريده تولى رئاسه اتحاد الكوره وهو كان هدفه الاساسي ان يكون في جماهير في المدرجات. لاول مره يمكن بعد النجاح وكنا في الحج، وكان هو برضه في الحج، رجعنا من الحج كان في اجتماع مع قيادات وزاره الداخليه ممثله في اللواء عادل رشاد. كان اول خطوه مهمه جدا للدوري العام ان اتعمل جدول الدوري 30 اسبوع. تبقى الاربع اسابيع الاخيره عشان موضوع الهبوط والنزول، الهبوط والصعود، فكان مطلوب ان الاربع اسابيع دول ما تحددش ميعادهم. فكان اول خطوه مهمه جدا في استقرار الدوري والبدء في السير في طريق سليم بالنسبه للكوره في مصر ان يتعمل جدول لأول مرة بعد سنوات طويلة ما حصلش الكلام ده. الخطوة الثانية حضرتك دخلنا على كأس الأمم الأفريقية وحصل ما حصل والحمد لله وصلنا النهائي. يمكن كان إنجاز ما كانش حد يتخيله. كنا عاوزين نستثمر الحدث ده إن احنا نرجع جمهور. اصطدم اتحاد الكورة بعدم تكافؤ الفرص. أندية برضه رفضت، قالت إزاي نرجع الجمهور؟ الدور الأولاني كان من غير جمهور، الدور الثاني بجمهور، ما ينفعش. فبالتالي تجمد القرار واستمر الدوري الموسم الماضي باللائحه اللي الكابتن عامر حسين عاملها. بدانا الموسم الجديد مع دخولنا تصفيات كاس العالم، مع زياده الامل بالنسبه لنا ووجود جماهير وصلت ل 90,000 متفرج في ماتش مصر والكونغو. نعم. ده كانت خطوه مهمه جدا، وبالتالي كان بالنسبه لك انك تفكر في الدوري امر يعني بعد اذن حضراتكم ما كانش يعني كان مهمش، لان كان اهم حاجه مصر توصل كاس العالم. اكيد اكيد. وصلنا كاس العالم، بدات الخطوات والاجتماعات. بقول لحضرتك استاذ جمال واستاذ عصام واستاذ محمد، احنا خلال السنه ونص دول شغالين اجتماعات تحت اشراف ورئاسه المحترم اللي هو عادل رشاد واللي هو خالد عبد العال مدير امن القاهره، عشان نعمل ضوابط ومعايير لعوده الجمهور اللي بما فيها حضرتك لما يرجع الجمهور ما يتجمدش القرار تاني. نعم. الى ان وصلنا حضرتك برضو يعني هنا حضرتك بتقول عايزين نمشيها خطوه خطوه وتدريجيا بس نستمر ونكمل، بدل ما نرجع بعدد كبير وبدايه قويه وحساباتها مش كافيه فما ما تكتملش التجربه. لو حضرتك الوقت ما يسمحش ان انا احكي، يبقى انا بقول لحضرتك ان شاء الله الجمهور هيرجع. لا طبعا الوقت يسمح واحنا سامعين حضرتك. لا 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 طبعا احنا سامعين. اتفضل. لان حضرتك الكواليس دي كلها كانت مشتركه ما بين اتحاد الكوره ممثل في المهندس هاني ابو ريده، ممثل في وجودي، في وجود اللواء محمد طه يعني يتعين في اتحاد الكوره لانه واحد من ابناء وزاره الداخليه، عشان ملف عوده الجمهور. عظيم. الى ان استاذ وزير الداخليه حديث صريح مع سيادته قال انا مش هسمح ان مصر بعظمتها ما يبقاش فيها جماهير في المدرجات، واصرار كامل بعوده الجمهور فورا. الكلام ده نقلته للكابتن هاني، جه من المغرب قعدنا كتير. اول قرار محترم كان يبين قد ايه ان الجماهير ترجع 10,000 متفرج في ماتش بورسعيد لاول مره من سنوات طويله اللي هو في 10,000 متفرج في ماتشات بورسعيد. نعم. فالنهارده حضرتك ده كانت خطوه مهمه جدا ان ليبين قد ايه وزاره الداخليه حريصه جدا على عوده الجمهور. بدانا بعد 10,000 متفرج بدانا نقول لا، بيبقى في اجتماع مع رؤساء الانديه عشان نحط الضوابط اللي هترجع بها الجماهير، وخاصه لما الانديه رفضت برضو اللي تاني مره بقولها لحضرتك ان يبقى في جماهير في الدور الثاني عشان تكافؤ الفرص. كابتن هاني ادى قرار نهائي ان كاس مصر ده مسابقه خاصه باتحاد الكوره، وبالتالي كان القرار ان عوده الجمهور هيكون في ماتش الاهلي والداخليه. طب نرجعه ازاي في ماتش الاهلي والداخليه؟
نرجعها في ماتش الاهلي والداخليه بالضوابط اللي حضرتك حصلت النهارده في الاجتماع. اول حاجه كان طلبها السيد وزير الداخليه، وبرده لازم نشيد بدور المهندس خالد العريس في هذا الموضوع وباتحاد الكوره والمهندس هنا بوريده في هذا الموضوع، ان مجدي بيه عبد الغفار طلب تغليظ العقوبه او تشديد العقوبه على كل من يخرج عن النص كلاعب كوره، كمدرب، كجهاز فني كامل بالكامل، كحكم. النهارده دي عناصر اللعبه اللي ممكن يترتب عليها مشاكل في المدرج، وبالتالي طلب السيد الوزير ان لائحه المسابقات يبقى فيها نوع من التشديد شويه. الكلام ده النهارده لما اجتمعنا النهارده والكابتن هاني طلب ان رؤساء الانديه كلها تجتمع النهارده عشان يبقى الامور كلها واضحه ان ده هدف رئيسي للدوله بعوده الجماهير. احنا ما كناش بنتكلم حضرتك على زياده الاعداد اللي موجوده في مسابقه الدوري، احنا كان كل كلامنا ازاي هنرجع ضوابط الرجوع نفسه للاستادات. نعم. في كاس مصر يا جمال كخطوه اولى، كخطوه اولى لعوده كبروفا، بروفا لعوده الجماهير في الدوري الممتاز. نعم. نعم. وبالفعل تم، هيبقى فيه ان شاء الله باذن الله اجتماع برئاسه الكابتن هاني، كابتن عصام عبد الفتاح معاه، كابتن عامر حسين واللي هو محمد طه كامن، على اساس يبقى فيه اختار للانديه ان كل النهارده بعد اذن حضرتك بدنا نرجع الجمهور، ما عندناش استعداد تاني ان خطا نادي من الانديه او جمهور نادي يتحملوا الكره في مصر تاني. صحيح. فالجمهور اللي هيخطا او هيبقى فيه خطا. طيب حضرتك هنا بتقول هيبقى فيه اجتماع من اجل في الفتره الجايه، هيبقى فيه اجتماع هدفه حضرتك ان احنا هيبقى فيه لائحه للجماهير. انا برضو خلي بال حضرتك يا جمال بيه وعصام بيه، النهارده لما بيجي ماتش جمهور بيخطا بيجي عقوبه ماليه على النادي. طب النادي ذنبه ايه؟ ده احيانا بنسبه كبيره جدا الجماهير بتوجه اتهامات وتوجيه سباب لمجلس اداره النادي. فبالتالي لا، النهارده اي خروج عن النص هيتحرم النادي من دخول جماهير. بس يا سياده اللواء، سياده اللواء، يعني ربما وجود حضرتك وانت يعني ولك الفخر طبعا انك احد رجال الشرطه المصريه، يعني لازم ندي الناس دي حقها بقى مع احترامي طبعا في القلب، اساد وزير الداخليه ومساعده الوزير طبعا والساده مديره الامن اللي انا عارف يعني الجزء الغير مباح ان حضرتك تقوله انهم كلهم اعلنوا موافقتهم وجاهزين وحاضرين لتامين مناحي الحياه في مصر، وعلى رأسها ان ما حدش يقول الكره بدون جمهور. وبالتالي يعني الحقيقه لما نديهم حقهم ونشكرهم مش هنوفيهم برضه. اللواء خالد عبد العال اللي شفته مليون مره حريص على الحكايه، لكن الان هو دور القانون، قانون الرياضه يا جنرال موجود فيه نصوص عقوبيه، نصوص عقوبيه على الجمهور على فروع اللعبه. اما ان الاوان بقى ان اجتماعكم يشمل التجديد على أن تكون هذه النصوص مفعلة، نفسنا بقى تقول لنا ده أول حاجة هتبقى في الاجتماع. بص يا عصام بيه بعد إذن حضرتك أنا هجيب لك الموضوع ده، أنا بقول لحضرتك بس حضرتك سمعنا سيادة اللواء، هل فقدنا الاتصال ولا حضرتك سمعنا؟ ربما في مشكلة، واضح إن فقدنا الاتصال وربما نعاود التواصل. الناس عملوا اللي عليهم، الأحداث تحيط بمصر، إن شاء الله لن يفلح يعني من يحاولوا إشعالها، لكن هنا وجوبيا قانون الرياضه واستاذ جمال عارف انه في نصوص عقابيه، نصوص جنائيه، حضرتك بس بتطالب بتفعيلها، بتفعيلها وشكرا، لانها اكثر ده من لسه بقى قانون الشغب ما يطلع، لكن على الاقل فعلوا لنا ده يا جماعه الموجود. هو استاذ جمال قبل كلمه تغليظ العقوبه انا مع ده الموجود، بس نفذ اولا العقوبات زي ما قال الاستاذ عصام في قانون الرياضه الجديد اللي احنا كنا منتظرينه من سنه. انا اولا بشكر في حاله عدم رجوع الاتصال او لو كان في متعذر الوصول او التواصل مره ثانيه، وان كان لم يكمل حديثه فممكن يدخل معنا في حوار ويسمع تساؤلات الاستاذ جمال والاستاذ عصام، يبقى مشترك معنا ومشترك معنا في هذا الحوار اللي هو الشق الخاص بالعقوبات. نعم. في قانون الرياضه اللي احنا مستنيينه من السبعينات، يعني ده فيها رئيس السباب مش عارف ثلاث اشهر كل حاجه. عفوا لمقاطعتك استاذ جمال مره ثانيه عشان نستمع الى باقي الرؤيه وحضرتك الاستاذ عصام تعقبوا عليها، ولو اردت توجيه اي سؤال واحنا على الهواء مباشره طبعًا. للواء ثروت سويلم، هو فعلا في صعوبه في الوصول اليه او في التواصل معه على هاتفه المحمول، اتفضل يا استاذ جمال لحين عودته مره اخرى. زي ما قلنا دي نقطه. في نقطه كمان لفتت نظري في كلام سياده اللواء، هو بيقول الحقيقه. نعم. لكن انا تعقيبي على هذا الكلام بقول وكأن الاصل
في إقامة مباريات الدوري هو عدم حضور الجماهير. يعني إيه أندية من السنة اللي فاتت مش من السنة دي، الأندية دي ترفض عودة الجماهير على اساس انه لاعب على ملعب المنافس من غير جماهير، فهيبقى محظوظ. ده العنوان اللي بعده، ده العنوان اللي وضعه، وكأنه ذو شعبيه جارفه. ايوه يعني انا عايز اقول الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي لما يلعب مع وادي دجله، لما يلعب مع مصر المقاصه، لما يلعب مع انديه الداخليه وكذا وكذا وكذا، هل اللي هو ثروت سويلم سامع حضرتك لو عايز تحول ده لسؤال في الجيل هو ده يعني هيتنقل ذات اللي هو هيجاوب عنه حالا. يعني انا اقصد رجع لنا، رجع معانا على الهيئه. من حق الانديه مع كل الاحترام ليها ان هي توقف عوده الجمهور اللي هو حق اصيل، اللي هو حق اصيل اللي هو الاصل. نعم. طب خلينا في الحاضر، ده تعليق مهم يا استاذ جمال، بس خلينا في الواقع عن اخر المعلومات الخاصه بالاجتماع المرتقب والهدف المرجو منه اللي اشار له اللواء ثروت سويلم. احنا سامعين حضرتك، اتفضل. اتفضل يا استاذ. بص حضرتك، يعني احنا هنبدا كاس مصر بماتش الاهلي والداخليه، لان ده الماتش الوحيد اللي من الدور ال 16. الاهلي والداخليه برضه خلي بال حضرتك، انت حرصا على نجاح البروفه النهائيه لعوده الجمهور في الموسم القادم. نعم. احنا شفنا حضرتك ماتشات منتخب مصر والنادي الاهلي ونادي الزمالك في البطولات الافريقيه واخرها النادي المصري. يعني النادي الاهلي كان 60 و70 الف متفرج ومنتخب مصر. انا بقول حضرتك احنا هنحدد لكل ماتش وفقا لاطراف المباراه عدد معين، 5000 يبدا من 2500، 5000، 10000. هنبدا في الماتشات الاهلي والزمالك في كاس مصر هتكون في استاد برج العرب. ده كله يعني بعد اجتماعات ومشاورات مع الكابتن عامر حسين ومهندس هاني ابو ريده، حرصا على انك انت ما يبقاش في اي مطبات خلال مسابقه كاس مصر. ده كويس. هتيجي حضرتك الاجتماع اللي قلت لحضرتك عليه، المقصود بيه انك انت عاوز تحط تجديد للعقوبات في الفتره اللي جايه دي عشان تستمر عوده الجماهير قبل ما يتم الدفع باعداد تقدر بالالاف بقى في كل مباراه قبل ما تزيد الاعداد. نعم. يعني لكن انت حضرتك هنبدا، لان النهارده لما نيجي نقول استاد القاهره اجتماعات مع اللواء خالد عبد العال اكثر من اجتماع، وصلنا ان ممكن يكون اعداد استاد القاهره 3000 متفرج. الناس تقول لك 3000 يعمل ايه في استاد القاهره؟ في برضه بعد اذن حضرتك حاجات ملفات امنيه لازم نحترمها، ولازم نحترم قيادات الوزاره الداخليه اللي اجتماعات مستمره عشان تفكر في عوده الجمهور. زي ما الاستاذ عصام شلتوت بيقول اعباء كبيره جدا يا استاذ محمد. نعم. في ماتشات الكوره بالذات الناس فاكره تقول لك ماتش الكوره ايه ماتش كوره؟ لا، ماتش الكوره بيكون الساعه 7، الخدمات منتظمه من الساعه 11 الصبح، الضابط والامين والمجند قاعد 8 9 ساعات قبل الماتش، وساعتين ثلاثه لحد ما الجماهير توصل بيوتها بيكونوا هم موجودين في استاد القاهره او في اي ملعب. وبالتالي دعما لوزاره الداخليه، وكان قرار السيد وزير الداخليه في هذا الموضوع، مفيش تعامل ما بين الجماهير وما بين الامن. انا بشدد وباكد لحضرتك ان ده توجه وزاره الداخليه، مش تهميش لدور وزاره انه ما يبقاش في تعامل مباشر اي نوع من الاحتكاك المباشر بين المشجع ورجل الشرطه. ده مش تهميش، مش تهميش. نعم. ده كفايه كده، ده كفايه كده يا جنرال ان هم يشيلوا فشل كل اللي بيديروا، هم تحملوا الاعباء كلها، بينما في كل العالم حتى افريقيا، واخد بال حضرتك؟ وحضرتك شفت زي السينما زمان واحنا طلبه صغيرين، امن السينما هو اللي بيدخل الجمهور. نعم. ثم نعم. الشرطه في محيط الكيان. نعم. او الاستاد او المدينه. هو استاذ عصام قصده ان ده مش تهميش، ده حفاظ على الجميع. يعني طبيعي، ده حمل غير عادي يا راجل. لابد ان احنا نساهم بان الاداريين هم اللي يشتغلوا. اتفضل يا سياده اللواء. يا عصام بيه، انا اشتغلت 18 سنه في مديريه امن القاهره وفي منطقه مصر الجديده اللي فيها كل ملاعب والسادات القاهره. انا بقول لحضرتك من اصعب وارذل الخدمات اللي كان الضابط بيشوفها وبيقضيها خدمه الكوره. عشان كده بقول لحضرتك، بكلمك من واقع عملي. نعم. ان السيد الوزير لما بيتكلم في كده بيتكلم، ما انا مع حضرتك، ده انا بقول لك انه ان الاوان ان هم يشتغلوا شغلهم الاداريين مش الداخليه. ما انا هكمل لحضرتك احنا اتفقنا على ايه وصلنا لايه. نعم. انت حضرتك النهارده في حفلات غنائيه بتحصل في مصر، 40000 و50000 متفرج لمطرب غنائي، ما بيبقاش فيها ضابط شرطه موجود. الخدمات كلها خدمات لتامين الحدث نفسه، لكن ما فيش ضابط على الباب ولا ضابط بيشوف تذكره اللي داخل ولا اللي خارج. اللي بيحصل ده حضرتك هيحصل في ملاعب الكوره. الضباط وخدمات الكوره لا غنى عن وزاره الداخليه كحصن امين ودرع واقي للامن في مصر. لكن انت النهارده كل نادي والمحترم
خالد المهندس خالد مرتجي استاذ مصطفى رضا منصور اهلي وزمالك اللي هم يعني اصعب ماتشات ليهم النهارده. قالوا كل نادي وكل مجلس اداره نادي مسؤول عن جماهيره. انا النهارده حضرتك هنحدد ماتش الاهلي والداخليه 5000 لكل نادي. النادي الاهلي باعتبار دي ماتشات كاس مصر، النادي الاهلي اللي هيجي التذاكر هتطبع تحت ولايه اتحاد الكوره، هتتختم من الامن وتتختم من اتحاد الكوره، وهيتسلم للنادي الاهلي 5000 تذكره. هو المسؤول عن ازاي التذكره توصل لجماهيره، هو المسؤول ازاي المتفرج الخاص بالنادي الاهلي ياخد التذكره لحد ما يقعد في المدرج ولحد ما يمشي من المدرج، عشان لما تيجي تحاسب حضرتك هتحاسب مجلس اداره النادي الاهلي. نعم نعم. الكلام ده حضرتك هيطبق من ماتش الاهلي والداخليه. وضحت الرؤيه ومفهومها يا سياده اللواء، وحضرتك بتؤكد ان القيادات في الانديه وفي مقدمتها النادي الاهلي وايضا مجلس اداره نادي الزمالك وكل المسؤولين وافقوا على هذا التوجه، وانهم هيكونوا شركاء في تحمل المسؤوليه ويعني تخصيص او توزيع الاختصاصات بهذا الشكل في الفتره الجايه. ده اللي احنا فهمناه من حضرتك. موضوع الدوري حضرتك ال 300 زياده، لا انت بتشوف ماتشات يا باشا بعد اذن حضرتك فيها 1000 و2000، معلش يعني احنا بنتكلم كله شايف الماتشات بتبقى فيها اصوات حتى الجماهير بتعدي ال 1000، فبالتالي طالما ما فيش تقنين فمفتوحه. فالمستشار مرتضى منصور هو صاحب فكره ان يبقى لكل نادي في ماتشات الدوري اللي جايه يبقى بدايه برضو، لان انت بتتكلم في 75 وفي ماتشات 15، فبالتالي تم التنسيق برضو ان كل ماتش يبقى فيه 300 على ملاعب زي الاسيوطي، ملاعب يعني استاد كليه الشرطه هيبقى فيه 100، والكلام ده كله حضرتك برضو هيتطبق من الاسبوع ال 24 ان شاء الله باذن الله. بشكر حضرتك رائع جدا على مشاركتك معنا في الحوار اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري كرة القدم، شكرا جزيلا لك. تعقيب حضراتكم استاذ جمال واستاذ عصام على ما اشار له في الجزء الاخير. بالتاكيد احنا برضو بناكد على اننا، ويمكن احنا قلنا ده قبل ما نسمع سياده اللواء، انه الامن احنا بنحترم وجهه نظره ان هو شايف اكتر مننا. يعني احنا بنتكلم على ايه؟ يعني انا واحد من الناس ببقى تركيزي كله على ان الجمهور يبقى موجود. نعم. انما مدى خطوره حضور الجماهير او تأثير امنيه ما نمتلكهاش، في حسابات انا ما اعرفهاش، فانا سايب ده، سايب العيش لخبازه. يعني انا سايب ده للامن. نعم. كل الفكره اللي هيظبط ده كله اما الناس تلاقي فيه تنفيذ للعقوبه يا استاذ محمد. انا اعتقد ان كل واحد زي جميع قطاعات الدوله النهارده الامن اصبح اكثر استقرارا، والبلد في قطاعات كتيره جدا منتظمه. ليه؟ لانه الناس عرفت، وده مش عيب، هو ده الصح على فكره، انه اللي هيغلط هيتعاقب. نفس الشيء مساله بقى استغلال الوجود الجماهيري جوه الملاعب عشان اعمل بيها احداث ارهابيه او لاغراض سياسيه او لاغراض سياسيه او اي اغراض اخرى، لا، اللي رايح الملعب هو عارف كويس قوي انه جمهور بيشجع نادي وله حدود في التصرفات ما يخرجش عنها. اللي يخرج بقى نعمل معاه ايه؟ ما ده كنا بنتكلم فيه من غير اصلا فكره. لما حضرتك قلت نترك اهواءنا السياسيه خارج الملاعب يا سيدي، ليها ملاعب رايحين حضرتك روح اللي عنده اغراض سياسيه يروح يعملها. ليها ملاعب ما حدش حاشك، دي ملاعب هنا، دي استمتع بكره القدم بالظبط. اللي عاوز يروح يلتزم اهلا وسهلا. افرض واحد خرج عن النص، مفيش بقى اصله غلبان، اصله طيب، اصله في الجامعه، اصله اكل عيش، لا، العقوبه يعني من تطبق على الجميع بلا استثناء. من ايه؟ من امن العقوبه اساء الادب. نعم. دي لازم نحطها كقاعده عامه يا استاذ محمد في كل ويساعد في تطبيقها كل المسؤولين في اداراتهم. طبعا الانديه لازم تقوم بدورها، ده لازم يقوموا بدورهم. الامن زمان كان عامل لهم حضانه، كان عامل ام بديله، الضابط او المجند او الامين حسب يعني اللي بيبقى واقف هو اللي بيشوف التذكره، وهو لو حضرتك يعني غير المنصوب عليهم تلاقي معاك تذكره بس مش هيدخلوك، فتلاقي مسكنا في تلابيب الداخليه. وانا مالي يا حبيبي، انا اؤمن محيط هذه المنطقه الترفيهيه ضمن مهامي وخدماتي اللي قال عليها اللواء ثروت سويلم، ومن ثم صحاب الصناعه دي اذا كانوا عايزين دخل، اذا كانوا عايزين حسن بيان، اذا كانوا عايزين صحاب العزبه اللي سايبين لهم الفلوس يعني يشتغلوا بيها كده، لازم يحاسبوهم انه انا ادفع ازاي وما ادخلش، دي مسؤوليه النادي.
اخطئ فاعاقب انا والنادي، مش النادي بس يتحمل مغبه ده فلوس، الفلوس وحدها غير مقنعه، والا لحضرات يعني سبقتنا. هنا في طلب مباشر حضرتك بتوجهه للجمهور، ان لو حاله او مجموعه او فرد واحد داخل مباراه والامن قال له دي مش سليمه تذكرتك مزوره، اتضحك عليك يعني، ما يبداش في جدل ومناقشه معاهم، لان ده مش ذنبهم، هم عندهم حد معهوش يرجع بقى للجهات اللي باعه اللي باعه التذكره. اذا طلب من الامن يطلب منه ما هو قانون، الا وهو تحرير محضر بالزبط. وما فيش حد يقول للتاني يا جماعه واللي هيحرر له محضر مش راجل الشرطه اللي هو يعني المحضر بيعمل، والله بيعمل، هتجيب حقك هتجيب حقك. لكن الادارات الكبيره التي تحترم جماهيرها ما خدتش يعني وقت طويل يعني، والتصريحات المهندس خالد المرتجي واشاد بموقف المهندس خالد المرتجي اللي هو ثروه السويد ومن ثم مجلس اداره الزمالك، لكن ما خدوش يعني زي ما بيقولوا غلوه خلاص، لان الكلام لوجيك، هيقول ايه؟ هيفسر المتفسر ليه؟ وبالتالي المساله تحتاج الى ضبط وربط بالقانون، وان كل واحد يتولى مهمته اللي وكلها ليه طبقا لدوره في المجتمع ده. يعني هنا حضرتك بتؤكد ان مجلس اداره النادي الاهلي هيكون سعيد جدا بتحمل كل مسؤولياته في اطار مؤكد. ضبط هذه المنظومه مؤكد مؤكد، وده اللي احنا بنشوفه دايما وتربينا عليه، حتى لما كان المران بيبقى في ملعب التتش لو خرج واحد بهتاف ضد لاعب، مش بقى ضد مسؤولين ولا ضد ولا سباب، بهتاف ضد لاعب في فريق اخر ايا من المسؤولين الموجودين تلاقيه كده اللي هو ايه، لا كده هنروح فورا، بينما في ملاعب اخرى كنت تلاقي مثلا لما يحصل حاجه زي كده يقول لهم شكرا، ان هم بيشتموا الاخر. طيب هل يعني كده تشجيع؟ هرجع نفس السؤال موجه لحضرتك طيب. وللاستاذ عصام شلتوت، عوده او ما طرحه في الجزء الاخير من حديثه اللي هو ثروت سويلم عندما قال اننا نريد، هو ما قصدش طبعا المعنى الحرفي لكلمه او المصطلح تهميش، قصد ابعاد اي فرص او تقليل نسب واحتمالات الاحتكاك بين رجل الشرطه وبين المواطن او المشجع في المدرجات، فان المهام تبقى موزعه بشكل ان في تامين من الخارج مسؤوليه الشرطه، وان من الداخل بقى في امن تابع للانديه، امن استادات، يعني ايا كان الكيان. رايك ايه في اهميه هو النقطه؟ هو اولا مش تهميش ولا حاجه، مش تهميش خالص، احنا بنتكلم عن توزيع الادوار الامور الى نصابها الحقيقي. النصاب الحقيقي هو ان الامن بالاعباء الملقاه عليه برضه في اتجاهات كتيره جدا بيأمن خارج الملاعب، خارج الملاعب على بعد كمان، هو مجرد دخول المنطقة اللي هي القريبة اللي بيسموها حرم الملعب، حرم الملعب أو حرم الاستاد، مجرد دخوله بقى هو طالما مستوفي الإجراءات القانونية، معاه تذكرة سليمة، متفتش، معهوش أي أشياء ممكن تضر الآخرين، طالما دخل وعدى جوه بقى في رحاب المنطقة الخاصة بالأمن اللي بينظم المباراة، وبالتالي مش هيبقى فيه احتكاك، وده على فكرة ليس تهربا من الأمن، لا بالعكس هو ده الصح، يعني هو ده نوع لا تهميش، ده توزيع سليم للأدوار، هو ده توزيع سليم. وبعدين إلقاء المسؤولية برضو على الأندية في جزئية البيع، بيع التذاكر لمين والسيطرة على اللي داخلين، وانك بعد كده مسؤول عن جمهورك، يعني لازم تبقى منظم صحيح. للعمليه ومشارك على فكره ده هيعمل نوع من الصحوه العامه حتى عند المنظمين، يعني منظمي المباريات مش خلاص هو بيروح يقف جوه وسايب الامور كلها مرميه على الامن، لا ده مش دور الامن، دور الامن الحقيقي قلنا ان هو ازاي يؤمن الـ 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 المناطق المحيطه بالاستادات، سيولة المرور، سيولة مرور المركبات، دخول من يحمل لغاية التصاريح زي ما بيقولوا، يعني إذا كانت العربية دي تدخل ولا لأ، يعني من يستحق أو يملك الحق في الدخول. يعني أنا ما أقدرش أروح مثلا سينما وأنا مش معايا تذكرة يعني واخش من الملعب، صحيح يعني. ده كان بيحصل في ملاعب للاسف، ما انا بقول لك احنا عايزين بقى الجمهور يقدر يفصل بالزبط. بين حماسه وحبه لناديه وعشقه لدرجه الجنون لكره القدم وبين التزامه. هو نجومنا استاذ محمد استاذ جمال مطربينا الكبار مش ليهم التريس ومشجعين كتير جدا؟ هو الشرطه هي اللي بتقف على البوابه تشوف معاه التذكره ولا لا؟ لا خالص، لكن اذا كان مثلا احيانا في الصيف بيبقى في ساحلنا الشمالي الجميل تلاقيه حريص ان الطريق يفضل ماشي عشان مش رايح الحفله يقدر يروح يروح مشواره، حريص انه ما فيش عربيه من دول ها تكون مفخخه، حريص انه ما فيش عربيه من دول من غير رخصه، ان ما فيش قياده تحت السن، ما فيش قياده تحت تاثير اي مواد خطيره، ومن ثم اول بيوفر بالظبط هو أول بيوفر الجو أيوة المناسب أيوة الامن للكل لاقامه الاحتفاليه المباراه الحدث.
تخش يمين بقى يستلمك امن اخر، دي شغلته بيتقاضى عنه اجر، وحضرتك الاداره بتتقاضى اكاليل الغار من اللي اوكلوا ليها مهمه انهم الاداره، وبالتالي تنجح منظومه، وبالتالي مناحي الحياه في المحروسه العظيمه دي محدش يقدر يوقفها يا استاذ محمد. طيب هنا بنراهن، هل لابد ان نراهن ام لا على الحس الوطني للجمهور الرياضي وخاصه جمهور كره القدم؟ لانه بناخد تدابيرنا، بناخد بالاسباب، بنعمل كل الامور مبرمجه بالشكل العلمي امنيا وتنظيميا وكل شيء، ولكن يبقى دور الجمهور نفسه، لانه في الاخر تسهل صناعه الفوضى مع الاعداد الضخمه لو ما كانتش الناس. عايز كلام بجد ولا كلام بجد؟ عايز كلام بجد. في كل العالم الذي يقال انه ايضا او متحضر، متحضر يعني او متقدم، ايضا يقول لك ده ناس ايضا ماشي الحال. اوعى تفكر انه بيعدي الشارع. اول مره اسمع المصطلح لا، اللي هو الناس اللمضه لما يحب مش لاقي حاجه، اللي هو بيحب يتكلم دي حاجه ثانيه يعني. يقول لك ده ناس ايضا، اللي هو عشان عايز يقول اي كلام وخلاص. فالمهم ايه حضرتك، الراجل ما بيعديش الاشاره صحيح، هو تربى على هذا، هو يحب وطنه طبعا، لكن لكن الاشاره الحمراء دي لو قطعها على رجليه بتاعت المشاه من اول عربيه الاسعاف اللي هتشيله، الورثه هيدفعوا فلوس، سقط حقه في جرانتي التامين، سقط حقه مش عارف في الشاش والميكروكروم. اذا هناك كتله قانون، ما ينفعش الاستاذ جمال ياخد صاصهم ويروح محمد بيه بعد اذنك بقى، الراجل ده بتاعنا، فمعلش بقى. ده للاسف ده بيحصل طول الوقت، خلينا نتكلم بصراحه. اذا الاستثناءات والخواطر الوطنيه يعني موجوده، لكن القانون هو العباءه التي يجب ان يرتديها الكل، القانون ولا شيء غيره، الى ان تتحول الى ثقافه مواطن. لكن بنطالب الجمهور بده طبعا، يساعد الدوله بدوره، وسنظل نطالب. لكن انا بقول لحضرتك مع بدايات مشجعه زي كده لابد من ضبط الاله القانونيه بحسم شديد. ده كلام يعني ايضا برضه زي المنظومه. طيب بمناسبه ايضا ده، انا هقول كلام مشابه بس عفوا باكد عليه، يعني اللي هو انه مفيش حد في العالم بيحب القيود طبعا، يعني كله عاوز يقعد مرحرح، حتى الخواجه يعمل. ايوه حتى العالم كله، الدول اللي احنا بنشيد بيها في احترام اشارات المرور، احترام النظام، احترام كذا 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 كذا، مفيش حد بيحب ده، بس بيعمله غصب عنه. ليه؟ لانه القانون اللي بيتطبق في اي مجال هو الفيصل اللي بيني وبين حضرتك وبيني وبين الاستاذ. يعني مثلا انا وحضرتك كده قاعدين، انا عايز اعدي الاول وانت عايز تعدي الاول، لكن في قواعد للمرور، في قواعد. بس الجميل لما بقى كمان نفهمها ونتسم بالسمت ده، خلاص نبقى صفتنا كده، ونبقى احنا بطبعنا ملتزمين بدرجه ما، يعني بقدر حد ادنى من لغايه ما ده يحصل. لازم تعود الناس. صحيح. ما هو مين صحيح 100%. هو هو التلميذ او الطفل بيروح المدرسه بيتعلم الكتابه والقراءه ازاي؟ انا هرجع الكلام المهم اللي حضرتك بتقوله للاستاذ جمال، ثم يركب الجمله. صح. لابد ان نصر على فكره فرض التعليم اللي هي الثقافه دي، تشكيل الوعي والثقافه دي عند الناس، ثم العقوبه. صحيح. ده كل ده مهم وبالغ الاهميه، وهنكمل كلامنا بشان هذه الامور، ولكن هنرجع لقضيه خاصه يعني بنجومنا المحترفين في المملكه العربيه السعوديه، تألق غير عادي لنجم النادي الاهلي ومنتخب مصر المعار الى الدوري السعودي، والتألق غير العادي هناك لمؤمن زكريا، وكتب عنه مقال في جريدة الرياض السعودية. معانا على الهاتف الناقد الرياضي الأستاذ علي مسعود، مدير تحرير صحيفة الرياض السعودية. الرياض عندنا الرياضي السعودية، كان معانا اتصال سابق مع أحد الزملاء الصحفيين في الرياضية، هو مدير تحرير جريدة الرياضي السعودية، ويتحدث عما كتبوا عن نجم الكرة المصرية مؤمن زكريا ورأيه في هذا اللاعب، واللي بتشير الأرقام هناك إلى زيادة سعره كثيرا في بورصة اللاعبين المحترفين. مساء الخير أستاذ علي. مساء الخير أستاذ أحمد، حضرتك وتحياتي الأستاذ عصام والجمال. أهلا بك. منور يا أستاذ علي. ازيك يا أستاذ علي؟ نورك، ربنا يخليك يا استاذ حسام، ربنا يخليك. احنا لو بتتكلم على المقال اللي هو مؤمن زكريا ب 100 مليون. نعم. انا تحدثت، يمكن كتبت بناء على معلومه ان في طلب من اداره نادي الاهلي السعودي اهلي جده بانه يحول عقد اعاره مؤمن زكريا اللي هو عقد اعاره معروف لشراء عقد بشكل نهائي لمده يوقع معاه 3 سنين. ويثير هنا على لسان احمد بمعوضه اللي هو مدير الاحتراف بنادي الاهلي جده. نعم. قال ان الاهلي عنده استعداد يشتري العقد. طبعا بناء على هو يعني متحدث عن مجلس اداره النادي الاهلي.
ولكن ذكر في الاهلي المصري بان حسام البدري متمسك باللاعب وانه بيعتبره من الاركان الاساسيه اللي يعتمد عليها في قائمه الافريقيه. نعم. انا كان وجهه نظري في المقال بقول ان الفرصه متاحه دلوقتي اكثر من اي وقت مقبل لبيع عقد مؤمن زكريا، خصوصا ان احنا كلنا عارفين ان احنا في عصر الاحتراف مش عصر الهوايه. نعم. ان اللاعب له شهرين تقريبا ويدخل 30 سنه. ونستثمر تالقه الحالي لان حتى المبلغ ممكن يدر مبلغ كبير يمكن تدويره بشكل جيد، وخصوصا الاهلي دلوقتي مع الاداره الجديده اللي بتعمل شغل كبير في مجال الاستثمار يمكن تدوير المبلغ بشكل رائع. والمبلغ كام يا استاذ علي؟ استاذ عصام بيسال عن الاهلي بدا طبعا يمكن معروف المفاوضات بتبدا، الاهلي بدا المبلغ اللي نما الى علم انه مطروح في البدايه طرح 2.5 مليون دولار يعني تقريبا 45 مليون جنيه مصري. صحيح. انا اتصور ان مؤمن زكريا ممكن شراء عقد يصل تقريبا ل 5 مليون دولار، يعني بنتكلم في حوالي 100 مليون، ودي كانت الفكره الاساسيه. انا قلت برضو في نقطه مهمه ان مؤمن زكريا يعني تألق في اول مباراتين شارك فيهم، لعب 54 دقيقه سجل ثلاث اجوان هدفين في دقيقتين في مباراه العظمى في الكاس. نعم. للاهلي كسب فيها 6-0 وسجل في الشباب، الاهلي كان متاخر 2-1، مؤمن زكريا سجل هدف التعادل والاهلي تقدم 3-2، مباراه مهمه جدا. ويمكن لعب في المباراه الاخيره اللي فاز فيها الاهلي مع الفيصلي 2-1 ويمكن لم يحالفه الحظ في التسجيل، لكنه اصبح ضمن التشكيله الاساسيه للنادي الاهلي. مؤمن هيلعب بكره اول مباراه اسيويه في دوري ابطال اسيا للاهلي امام تراكتور الايراني، مباراه تقام في استاد عمان، لان كما احنا عارفين ان الانديه السعوديه ما بتلعبش في ايران والمباراه كان يفترض انها تقام في ايران، فهي طبعا مختارين انديه سلطان او طيب ملاعب استاذ سلطان. علي استاذ علي، بما تعلمه حضرتك عن النادي الاهلي وان دايما عنده قياسات على مستويين فنيه وماليه واستثماريه، والفنيه بتاتي في المقام الاول حسب كلام الجميع ويؤكد او يقول ان الكلام ده غير سليم ضيوفنا الكرام الاستاذ عصام والاستاذ جمال، بما تعلمه عن طريقه اختيار واولويات وتقييم النادي الاهلي لمعيار كل قضيه او كل صفقه او كل اتفاق او كل تعاقد، هل تعتقد انه هيغريهم الرقم دون النظر الى البعد الخاص باهميه مؤمن في الفتره الجايه اللي النادي مركز فيها ومجلس الاداره والجهاز الفني والجمهور واعضاء النادي والاعلام المحب للنادي الاهلي والذي يدعم دائما ابدا الى العوده لصداره القاره الافريقيه والفوز باللقب الافريقي، ولا ده هيكون في حساباتهم ومش هيخليهم ينظروا للرقم فقط؟ والله راح احترم وجهه النظر الاخرى، ان وجهه النظر اللي بتعتمد على المقياس الفني كمعيار اساسي للحكم في الموضوع، لكن انا في تصوري ان الاهلي اللي فقط 7 لاعبين أو 6 لاعبين فتره الانتقالات الشتويه ولم يهتز بل ازداد توهجا قادر، ومن ضمنهم كمان الست لعيبه اللي مشوا كان من ضمنهم مؤمن زكريا. ماشي؟ اتصور ان الفريق بهذا الطريق وبهذا اللي بيغير دمه كل شويه قادر لم يعتمد على لاعب، وان المساله مساله استثمار واحتراف والامور كده، يعني خصوصا لازم يؤخذ العمر في الاعتبار. احنا بنتكلم على مؤمن زكريا 30 سنه. نعم. تقريبا بعد شهرين يعني، لكن لازم انا في تصوري ان المعيار الفني ذو اعتبار كبير، لكن معيار الاحتراف ومعيار الاستثمار لابد ان يؤخذ. انا بتكلم على مبلغ هيعيد مفهوم تدويره، خصوصا مفهوم هي وجهه نظر واضحه جدا ولا اعتبارها، ووجهه نظر طبعا لا احترامها وموجوده في الوسط الرياضي، قضيه الاستثمار وقضيه الصفقات وتحقيق ارباح ماليه، ده جزء من بورصه الاحتراف الكروي والرياضي في العالم. كلام حضرتك ممكن يتفق معاك بعض الاراء فيه 100%. خليني اطرح هذا التساؤل على ضيفينا الاستاذ عصام شلتوت والاستاذ جمال الزهيري، كيف ترى ما طرحه الاستاذ طبعا. اتفضل. عايز اقول معلومه مهمه بس. اتفضل استاذ جمال. اتفضل. احنا الايام اللي فاتت دي الاهلي اعلن قيمته، ده الاهلي جده، بتكلم على الاهلي جده. نعم. اعلن قيمته الاسيويه. يعني القايمه شهدت مفاجاه كبيره، طبعا كان الدوري السعودي متاح لكل نادي يتعاقد مع 7 لعيبه اجانب. نعم. في حين ان دوري ابطال اسيا بيلعب ب4 فقط. المدرب لابد ان يضحي ب3 اجانب، يعني حتى المتعاقد معاهم لا يستطيع ان يستفيد منهم. نعم. ماشي؟ كانت
اهم مفاجاه ان اللي هو مدرب الاهلي هنا الجوب استغنى عن عمر السومه اللي هداف الدوري السعودي ثلاث سنين ما حطوش في القايمه، طبعا هو مصاب هيرجع خلال شهرين، استغنى عن البرازيلي ليوناردو واستغنى عن التونسي اللي تم التعاقد معه في نفس الاسبوع اللي تم التعاقد مع رامي زكريا، محمد بن عمر محور ارتجاز نجم الساحلي. اتصور ان استثمار الفرصه دلوقتي بالتحديد، لان مؤمن زكريا دلوقتي حاطه في الاربعه الاسيويين اللي هو مع كلاودي والبرازيلي ومع اليوناني بيتفا ولاعب السوراني اسمه مارك ميجن. اتصور ان استثمار الفتره دي مهم جدا، لان بعد شهرين ثلاثه راجع عمر السومه، وعمر السومه اللاعب له قيمه كبيره جدا اكيد اكيد طبعا في الخليج طبعا وفي السعوديه هداف الدوري لمده ثلاث سنين. فانا كلامي برضو مرتبط بالتوقيت، يعني بالتوقيت وان الوقت مواتي لهذه الصفقه. نعم نعم مفهوم بالتأكيد. بشكرك جدا. يقفل الامر بعد كده، يعني ده دي وجهه نظري بس. اكيد وضحت وجهه النظر، بشكر حضرتك على المشاركه معنا، شكرا جزيلا لك. الناقد الرياضي الاستاذ علي مسعود مدير السعوديه، اشكرك شكرا جزيلا. وطبعا الامر في النهايه هنسمع راي ضيوفنا في الاستوديو، وطبعا الامر اولا واخيرا هيعود لرغبه مجلس الاداره ولجنه الكره والجهاز الفني ورغبه اللاعب نفسه، بتكون الامور دي حاسمه لتحقيق الصفقه او توقيعها من عدمه. استاذ عصام رايك ايه؟ شوف علي، من الجيل اللي حتى واحنا بنقول في مناحي العمل الرياضي الاعلام، من الجيل اللي تربى على طرح وجهه نظر، قال لك هذه وجهه نظر، ما قالش على الاهلي ان يفعل. لا طبعا. لا لا لا. ويكون في ناس بتتعامل كده، ما علينا، ده جزء بس حق الراجل. الجزء الاهم هي ان منظومه النادي الاهلي تعمل نصا عشان ما نحرقش بنزين في مشوار مالوش اخر، زي ما حضرتك قلت بالظبط. السيستم هتروح على الجزء الفني، المدير الفني، لجنه الكوره، التسويق، اجتماعات للخروج بالافضل للنادي ونجمه. نعم. الاهلي لا يتعامل مع نجومه باعتبارهم البقره الحلوبه فقط، او سلعه ليس أو لها راي، لا هو بيقدر لها رأي ولا منجم ذهب يستفيد منه فقط. الاهلي يتعامل مع نجوم جيل عن جيل، يعرفوا تماما انه عندما ترتدي هذا الشعار فالافضل لك سياتي دوما، ومن ثم السيستم بتاع النادي الاهلي هو صاحب القرار النهائي. نعم. عشان استاذ جمال تعليق حضرتك على هذا الكلام. هبتدي اقول يعني لما النادي الاهلي قرر على يعني بشكل مفاجئ لناس كتيره جدا ان هو يعير هذه المجموعه الرائعه من اللاعبين، احمد الشيخ ومؤمن زكريا وعماد متعب ومين تاني، مجموعه لاعبين، حسام غالي قبلهم عايز اقول انه لما اتخذ النادي الاهلي هذا القرار انا كنت واحد من اللي اشادوا بالقرار، لسبب، لان النادي الاهلي عايز عنده اولا تخمه من النجوم، مجموعه لعيبه الاساسيين والاحتياطيين ممكن وجودهم كلهم ووجود عدد كبير منهم بلا عمل او بلا دور ممكن يعمل قلق في الفريق. فمساله ان هو يستفيد، وقبل ما يطلع مؤمن زكريا، قبل ما يطلع احمد الشيخ بيمضيه على العقد، يبقى اذا النادي الاهلي كابتن عادل عنده رؤية. عنده رؤيه ان هو ازاي يستثمر وفي نفس الوقت يبقي على هؤلاء اللاعبين على ارتباط بيه، واخد بال حضرتك يا استاذ عصام؟ يعني صحيح. يعني هي اذا في رؤيه، لاحظ ويديهم فرصه ولا لعيب من دول ولا لعيب من دول راح نادي عكس رغبته بالزبط. ولا اتحرك الا لما البدري وافق، يعني الاثنين مع بعض. يبقى نيجي هنا نوصل للنقطه، النادي الاهلي لا يتحرك الا برؤيه الجهاز الفني فيما يخص كره القدم. يعني حتى مجلس الاداره رغم وجود كابتن محمود الخطيب اللي هو ما هو يعني محمود الخطيب من هو، الا انه لا يتخذ القرار بنفسه فيما يتعلق بكره القدم، في لجنه الكوره هو يراسها وفي ايضا جهاز فني. يبقى الاهلي بيتحرك من الرؤيه الفنيه للجهاز الفني ومدى حاجته للاعب او اخر ورغبه اللاعب نفسه، ثم البعد التسويقي. أيوة. أيوة. ثم بقى البعد التسويقي اللي هو لا يمكن ينجح يا استاذ محمد الا اذا كان البعدين دول مدروسين صح يا استاذ. صحيح طبعا. صح ولا غلط؟ يعني لازم يبقى فيه الاول دراسه كويسه جدا، الاهلي ما بيقفش ضد ابنائه، يعني لما يكون في لعيب محتاج ان هو يطلع والاهلي مش محتاجه في الفتره دي لا مانع ان هو ياخد فرصه، حتى لو
انه الاهلي حاسبها ان هو هيطلع عشان يعمل تامين. واحد من اهم النجوم دول كان العرض اللي لصالح النادي اعلى. بالظبط. الاهلي وافق على العرض الاقل لي لانه هذه هي رغبه الدكو يعني بدون اسماء يعني. يعني اذا اذا هذا الكلام مع احترامي طبعا لكلام الاستاذ علي مسعود ورؤيته ومبادرته طبعا. اتفق مع الاستاذ عصام في انه علي مسعود برضو من الناس الواعيه اللي بتقول وجهه نظر شخصيه. يعني ممكن انا اقول وجهه نظر لكن ما بفرضهاش. صحيح. ولا يمكن ان انا هفرض وجهه نظري. انا بقول رؤيه وعكسها هيبقى غلط وحاجات كده. او هاجم. هو بالعكس برر كمان الطرح ده بانه له مبررات في هذا التوقيت. ان الفرصه مواتيه لكن القائمه الاسيويه وان انها مبرراته هو ورؤيته هو في التوقيت ده. ولا يفرضها او لا يهاجم اداره الاهلي او جهاز الفني في النادي الاهلي لانه ما عملهاش. لانه ده مش قراره. انا قراري كصحفي او ككاتب اقول وجهه نظر. طب خليني بقى احاول يعني انا مش حاضر الامور بطريقه على المستوى الفني من خلال رؤيه حضرتك ورؤيه الاستاذ عصام كنقاد رياضيين واعلاميين رياضيين، حضرتك شايف انه الاقرب انه في الظروف دي ما اعلنوا النادي عن رغبته في عوده البطوله الافريقيه واللقب الافريقي الى اخره والحفاظ على نفس القدره على التنافس افريقيا زي ما احنا عاملين بفارق وبمستوى رائع في الدوري في المستوى المحلي، تعتقد انه الاقرب ان النادي ممكن ينظر ل او اذا وجد ان رغبه اللاعب ممكن تكون العوده للاهلي او لو في صفقه جيده بمبلغ رائع يعني لو اللاعب قال لهم اترك لكم حريه الاختيار، تعتقد انه الاقرب بقاء مؤمن او عودته بعد نهايه اعارته ولا ولا انه يذهب في صفقه مرتفعه القيمه؟ انا في رايي ان الاهلي سيراعي ايضا او اهم حاجه رغبه اللاعب. اللاعب لو عاوز يرجع هيرجع ولو هو لو هو رجع وهو راضي طبعا هتاخد منه كل حاجه. لو هو مش عاوز يرجع في التوقيت ده هيرجع يبقى موظف لانه مش هيفرض عليه العوده العقود بس لابد ان تلتقي الـ الرغبات دي. هو ده الاحتراف اللي في الخارج يا جماعه. ما احنا بنشوف اصلا ده الفيفا بتسهل وتخليك لو مش عاوز تمشي او ترجع لهم وحاجات كده. رغبه اللاعب رقم واحد. انت حطيت نفسي في سؤال صعب شويه اللي هو حينما يكون اللاعب كعادة نجوم الحقيقة 99% اعتدناها في النادي الاهلي انه النجوم احيانا 99% يقول له اللي تشوفوه يا كابتن زي اللي بيقولوا نوقع على بياض، لكن برضه معلش عند على بياض دي في النادي الاهلي مش لانه يعني بيقول شوبش يا حبايب او عايز يوري، لا لانه عارف ان هناك فئات وهو يعلم هو من انهي فئه ويعلم تماما ان الاداره تقيم على اعلى مستويات الدخل حتى يكون نجمها هو الابرز زي شعارنا دي. وبالتالي اتصور او لو رحنا لرؤيه علي مسعود انا بقول ان الاهلي رايح على حته نقله ثانيه خالص في الكوره. اتصور ان مؤمن اذا قال لهم كده هيقولوا له مبروك عليك اذا كان العرض المادي بعيدا عن حتى فكره انه ما يعملوا 100 او 100 واكتر الدولار لان علي ادانا حته انه الناس ما دام رامت بياضها زي ما بيقولوا كده بالمعنى الدارج هو قال مليون جنيه. انا بقول لحضرتك يبقى معنى كده اما يبقوا 120 مش هيقولوا لا. وبالتالي اذا هنا الاهلي ممكن يقول له مبروك عليك خاصه ان الاهلي رايح على نقله ثانيه وانا بقولها لك اهو بس مش لازم يعني نقول كل المعلومات لكن الاهلي رايح على نقله احترافيه اخرى سيكون هناك بدل النجم في مكانه واحد على الاقل وثالث بيجر فيهم جر واخد بالك. وبالتالي رايي انا فليذهب مؤمن كرمز اهلاوي ينير الاستثمار وصناعه الرياضه في السعوديه لغايه ان شاء الله لما تتوافق رغباتنا. احنا رخيين في صناعه دايما الاهلي هو اللي بيحدث البنيه التحتيه ما حدش يزعل مني دايما دايما على مدار على الاقل الحقوه اللي احنا يعني تابعناها يعني حتى لما الاهلي منذ سنوات قاد مبادره حقوق الانديه وتنسيق الامور الخاصه بروابط انديه المحترفين بينها وبين اتحاد الكره هو كان هتفتكر انت بقى حاجات من دي كتير حتى لما كانت كانت الكره ثلاث ايام تدريب واتى هيديكوتي ليدرب يوميا واتى بالجهري المصري الله يرحمه عام 82 ليقدم مدلول آخر لمحترف مصري حتى عندما أتى بفازيا وطريقة عالمية جديدة حتى لما أتى بدون ريفي العظيم مدرب إنجلترا لولا مرض زوجته. الأهلي يقود دائما التحديث برؤية أبنائه. دي أمثلة كثيرة مهمة أيضا. أستاذ جمال تعليق أخير من حضرتك من أستاذ عصام لأن وقتنا بينتهي على القضية الرئيسية لهذه الفقرة أو لهذا اللقاء. إيه المطلوب بشكل عام؟ إحنا قلنا الكثير من الأمور عن اتحاد الكرة عن موافقة الأمن وجاهزيته عن دور المسؤولين في الأندية وتعاونهم.
بشكل عام حضرتك متخيل ان الفتره الجايه هتشهد يعني ايه اللي حضرتك متوقعه بقى في الملف ده الفتره الجايه؟ ملف عوده الجماهير وانتظام الامور استثماريا والايرادات وكل شيء يكمل منظومه كره القدم. انا بتوقع انه يعني طبقا للاطار العام اللي انا ملاحظه بقالي فتره وكلنا كمصريين ملاحظينه ان الهبه رجعت. يعني ما بقاش الموضوع اي حد عاوز يعمل حاجه بيعملها. وهذا على فكره كلام طبيعي يعني ممنوع الفوضى. يعني حتى اللي بيبقى عاوز ينزل يقول راي في بنتفرج مثلا على ناس عايزه تقول رايها في اوروبا بيقفوا فوق الرصيف. لا عنده مواعيد عنده منسق امني للمظاهره عنده توقيت يقول فيها اللي هو عايزه طبعا من غير بقى ما مولوتوف لا ومش اي وقت والكلام ده ومش في اي وقت. فنظرا لان انا شايف الاطار العام بيروح لكده فانا بقول ان انا اتوقع خلال الفتره القادمه نجاح تجربه الدفع بقى مش باللاعبين البدلاء الدفع بالجماهير الى المدرجات لانه لازم بس مع الوضع في الاعتبار جزئيتين المهمين اللي احنا قلنا عليهم تنفيذ العقوبات بشكل لا يعرف لا يفرق بين ابيض واسود ولا عربي ولا اعجمي صحيح كله ياخد حقه دي نمره واحد. اتنين التوعيه مطلوبه برضو يعني مفيش مانع ان دور الاعلام مفيش مانع ان انا اخفف حده الصراع. وبعدين يا جماعه انا عايز اقول حاجه بس هتزعل الناس هو الاهلي بياخد الدوري يعني غالبا صح فما يعني مفيش داعي للحده قوي كويس الامور تمشي بشكل اهدى وحتى لو في منافسه حتى لو في مستويات منافسه اقرب من كده واقرب لاهلي نخليها في اطار مقبول نخليها من غير عصبيه اللي عايز يتنافس في الملعب هو المستطيل الاخضر من غير تعصب من غير تطرف بلا تطرف كلمه اخيره يا سيدي الفاضل الناس بتوع اللي هو بيقول لك تكافؤ الفرص يا اخي درب لعيبتك انت بلا جماهير اساسا ما بتكلمش على الانديه الشعبيه باقي الانديه أيوة. وهي الحقيقه مؤثره في الدوري عندها منشات عندها كل حاجه ما نقدرش ننكر ده لكن انت يا اخي درب لعيبتك حتى يعني يعرفوا جمهور فقد يثير عندهم استفزاز فني فيستطيعوا مواجهه الكبار ادي جزء مهم عشان اللي بيقولوا تكافؤ الفرص وانت اصلا بلا جمهور مش محسوب يعني على الانديه الجماهيريه لكن عايز اقول لك ان الاهم مين يقول ان مصر ما يبقاش فيها جمهور بينما في شامنا المناضل العظيم نتمنى وسيحدث ولن يسقط الشام العظيم ده بوقفه مصر وشراكه عربيه مع السعوديه والامارات واخرين هناك مباريات في دمشق بجمهور يا رجل هاني أبو ريدة ذاهب إلى العراق إلى العراق لحضور مباراة سيحضرها إنفنتينو تخيلوا ونحن نلعب بدون جمهور هل كان يجب أن ننتظر أن تكون السكين على رأس أو على رقبة مصر فتنقل مباريات الأندية والمنتخبات في الخارج وهو القرار اللي تشرف أنك مصري لم يؤخذ لأنه الكاف والفيفا تفهموا أن هناك من يدعو لفوضى وقالوا ان مصر الحصن الحصين ده اللي بينجح كل حاجه في عز ازمات طبعا ما اقدرش لكن الموسم الجاي كان هيتاخد ده بقى اللي تكافؤ الفرص انت بتقول لي اروح العب وما اخدش جمهوري معايا القاهره ليه وبعدين تروح تسيبني عليهم واسيبك عليهم لا اذا المطلوب الان ان القرار ده يغلف بتنفيذ قانوني ما اسهله والبديل النادي اللي مش عايز يبقى هو المنظم يقولوا له انت حر يبقى مالكش جمهور صدقني ده هيبقى قرار مهم وهنكلم فيه الناس في اتحاد الكوره يعني كل الاقتراحات اللي ممكن تمشي بالامور للافضل تدريجيا في الفتره الجايه وحضرتك بتتفق مع استاذ جمال تطبيق القانون ومتوقع نجاح التجربه يعني ان شاء الله الكل سيدفع في ده اخر حاجه بس عشان عملوا حاجه كويسه في اتحاد الكوره النهارده برضو لازم نديها لهم زي ما بنوجه سهام النقد احيانا انه خلوا الاربعه الاجانب موجودين في الملعب في قائمة المباراة 18 كان الأول بيتحط فيها ثلاثة بس ال 18 اللي هيلعبوا بالبدلاء دلوقتي الأربعة موجودين لكن اللي يلعب ضمن ال 11 ثلاثة بس يعني ممكن تستبدل الرابع بواحد من الثلاثة يعني أعطى فرصة للاختيارات للجهاز الفني يبقى قدامه الأربعة بالظبط وأعطاك فرصة وهي الصناعة بقى أنا عجبني أن أنت دايما بتقول صناعة واستثمار وأعطاك فرصة أن المنتج اللي أنت شاريه ده تستفيد منه ورأس مالك ما يبقاش معطل صحيح دي فكرة جيدة جدا
استاذ جمال كمان اعتقد انه كان يقصد كل ما هو بعيد عن التعصب والتطرف، لان الناس هتأول الكلام بانه استاذ جمال قال ما دام الاهلي متفوق وغالبا بياخد البطوله خالص. يبقى مفيش داعي للمنافسه من بابها. ما لكن حضرتك تقصد بلاش تطرف بلاش تعصب توضيحا انه يعني للجزئيه عشان ما تفهمش غلط. من يريد ان يلعب فامامه الملعب مش المدرجات صحيح. مش وعايز تكسب اكسب في الملعب، في المنافسه في الملعب، مش الخناقات، مش العصبيه في الاعلام او في الخناقات او في الاستادات. نعم بحب جداً مش العنف جداً. نعم يبقى في منافسه. كنت سعيد جدا في الدور الاول. نعم. ان في الاسماعيلي كنادي من الانديه الجماهيريه رجع للمنافسه. نعم. نعم. لكن الاستمرار في المنافسه يا استاذ محمد يحتاج الى تركيز في الملعب، في الملعب، وان هو ده الامر الحاسم. ومن يفوز يفوز صحيح يعني. الروح الرياضيه بقى في قبول المنافسه ونتائج. سمعت عن ماتش بيكسبوا فريقين زي احيانا كان زمان يعني في ازمنه سابقه يعني تلاقي المذيع مثلا ايام التلفزيون المصري وفقط يعني من الحرك طبعا من الفطاحل، لكن يقول لك يا حظ سعيد للفريقين. يا جماعه ما ينفعش، ممكن مشاهده طيبه. هو الراجل بيقول يعني يتمنى مباراه قويه تبقى لطيفه. عايز يبقى محايد. ايوه ما انا بقول لك حتى الحياد المبالغ فيه ده. كان في برضه مباراه التعادل السلبي بدون اهداف. يوسف تعادله سلبيا بدون اهداف. يعني عارف ايه اللي هو انت بتزايد على المزايده لدرجه ان يقول لك يوم ماتش الزمالك بيلعب مثلا افريكا سبور فتجيب اثنين كده اي كلام يلزقوا علم احمر في ابيض عكس العالم كله. يا سيدي ده بيمثل نفسه وده بيمثل نفسه. مش عايزين تعصب ولا تطرف زي ما حضراتكم قلتوا، لكن كمان عايزين نقيس الامور أكيد. بميزانها اكيد. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. الناقد الرياضي الكبير ورئيس القسم الرياضي لصحيفه اخبار اليوم الاستاذ جمال الزهيري، شكرا جزيلا لحضرتك. محمد. واشكر ايضا الناقد الرياضي الكبير ورئيس التحرير التنفيذي لصحيفه اليوم السابع الاستاذ عصام شلتوت، شكرا جزيلا. شكرا انا بشكرك استاذ محمد وبشكر وجودي مع صديقي الغالي استاذ جمال. سعيد بوجودي معاكم يعني. اسعدتونا وجودكم معانا النهارده. وكان ده هو نهاية الحوار ونهاية هذا اللقاء وهذه الحلقة من حلقات الأهلي في كل مكان. بشكر حضراتكم على المتابعة وإلى اللقاء.